السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما حضراتكم ذاكرتم الدرس بتاع الكوانتيفايرز وأنا سبتلكم الورق المفروض في صندوق الوصف، حضراتكم يا تطبع الورق وتسمع الفيديو كويس قوي وأنا بحللك على كل جزئية كويس، وبعد ما تذاكر الدرس وتكتب الملاحظات بتاعتك اطلع على كتاب المعاصر أو الجيم يوم ما تبدأ أو اللي أنت عايزه، وبعدين حل الأول، وبعدين بعد ما تحل تعالى ورا مني بقى وحاول اسمع الفيديو بتاع الحل، لان انا بشرح مش بحل بس. تعالى كده نشوف مع بعضينا، نبدا كده في درس كوانتيفايرز. هنبدا ببيج ايه؟ بيج 111، يعني صفحه 111. بيقول يا جماعه، بيقول في نمبر 1 all my money. هي كلمه money ديت يعني ايه؟ يعني فلوس. والمال ده من الاسماء التي لا ايه؟ لا تعد، وبالتالي هيجي بعدها الاسم ايه؟ هتبقى الاسم مفرد. طيب يبقى ار لا، وهاف لا، يبقى عندنا يا هاز يا از. طب المعنى بيقول كل فلوسي تكون في البنك، يبقى يكون يعني ايه؟ يعني از. نمبر 2 سبيس ستودنتس، الطلاب، باست ذا اكزام. طيب كلمه اول بيجي بعدها اسم جمع، اول ذا بيجي بعدها اسم جمع، واول اوف ذا بيجي بعدها اسم جمع، يبقى اذا ناخد ايه؟ كلهم ايه وبي وسي. نمبر 2 اول بيبل، يعني كل الناس. هي كلمه بيبل دي جمع صح، وبالتالي دي ما تنفعش، نيدز ما تنفعش ان فيها اس، وهاز نيد برضو ديت خديها في فاعل مفرد، واز ان نيد اوف يعني في حاجه ليه برضو عايزها فاعل مفرد، وبالتالي عشان خاطر كلمه بيبل هنا كلمه جمع، احنا قلنا ان كلمه اول لما يجي بعديها الاسم جمع يبقى الفعل هيتعامل على انه جمع. نيد هومز تو ليف ان، يعني بيحتاجوا منازل عشان يعيشوا فيها. طيب يا جماعه اللي بعد كده اول اوف، ده احنا عارفين ان كلمه اول اوف ار ريدي تو هيلب، بيجي بعدها ايه؟ اول اوف، بيجي بعدها ضمير جمع، يعني ايه؟ يعني يجي بعدها اس او زين او يو. طب ما فيش الا عادي زين ماي. طب طلع يا جماعه اللي بعد كده سبيس ماست تيك بارت ان ذا ريس. خلي بال حضرتك، يعني عايز اقول كلكم يجب ان تشاركوا في السباق. تعالى كده نتذكر انا وانت كده مع بعضين يا جماعه، انا قلت ايه يا شباب لو انتوا فاكرين؟ قلت يا جماعه ان ضمائر الفاعل، ضمائر الفاعل اللي بتسبق اول هي وي وزي ويو. ضمائر الفاعل اللي بتسبق اول هي مين؟ وي وزي ويو. يبقى هنا يو ديت الاجابه دي كده صح، تمام. طيب يبقى الاجابه دي كده غلط، لانها بتيجي قبلها مش بعديها. لكن قلت لك هل ينفع ان الضمائر المفعول تيجي يا جماعه بعد اول؟ قلت لك بس بشرط يكون في حرف الجر ايه؟ اوف. يعني تلاقي اول اوف يو او اس او زين غير محيطك، وبالتالي تبقى الاجابه ديت صح. وهنعلم على ايه؟ هنتعلم على بي وسي. طب اللي بعد كده يا جماعه، هي از ريدي تو هيلب، يعني انه على استعداد ان يساعد. ها نقول ايه يا جماعه؟ اول اوف اس ينفع، لان قلت لك اول اوف يجي بعدها ايه؟ اس او زين او يو، دي كده صح. طيب اس اول ينفع، لان كلمه اول قلت لك يجي قبليها ضمائر المفعول هي اس وزين ويو، يبقى الاجابه دي كده صح. طيب وي اول، هي وي اول كتركيبه صح، بس يا جماعه دلوقتي انا بنتكلم نقول هي از ريدي تو هيلب، هيلب ده يعني يساعد، بعد يساعد ده عايز ايه؟ عايز يا مستر مفعول، عايز ايه؟ مفعول. هل هنا ده يا جماعه وي؟ ده وي ده ضمير فاعل، يبقى اذا نعلم على الاثنين دول، نتعلم على ايه؟ ونعلم على تست 2 في بيج 112 صفحه 112. بيقول ايه يا جماعه؟ بيقول نمبر 1 سبيس ممبر اوف ذا جروب داز ذير بيست، يعني كل فرد في المجموعه، كل فرد في المجموعه بيبذل قصارى جهده. طيب لو انت شفت كلمه منبر ديت، منبر ديت اللي عدو اسم مفرد، كلمه ايتش بيجي بعدها اسم مفرد قابل للعد، وكلمه ايفري بيجي بعدها اسم مفرد قابل للعد. طب كلمه اول، لا ده كلمه اول عايزه اسم جمع، طالما الاسم ده بينجمع يبقى نحط بعدها جمع. انا ممكن احط مفرد بس نحط قبله زي، يبقى اذا يا جماعه ناخد ايه؟ ناخد ايه وبي، الاثنين ينفعوا. وطبعا اتش بتشيل اثنين في اكثر، ويفري بتشيل ثلاثه في ايه؟ في اكثر. طيب يا جماعه مين بارز، اهو جماعه حالنا اهي، مين بارز اوف ذا جروب دو ذير بيست، اتش عايزه بعدها اسم مفرد، ايفري عايزه بعدها اسم مفرد، يبقى كلمه اول هي اللي بتيجي عشان يجي بعدها اسم ايه؟ اسم جمع يعد. نمبر 3 بيبول هاف فايف توز ان سبيس ليج، يعني يا جماعه الناس عندهم خمس اصابع في كل رجل. مش انا قلت لك لما يبقوا حاجتين يشير الاثنين باكس ما لهمش ثالث تاخد اتش، يعني مثلا نقول اتش ليج، اتش ليج لان رجلين اثنين، اتش هاند لان هما اثنين،
اتش اي لان هما اتنين، اتش اير لان هما اتنين، اتش سايد لان هما اتنين برضو. يبقى احنا هناخد كلمه ايه يا جماعه؟ هناخد كلمه اتش. نمبر 4، بيبل هاف 10 توز، يعني الناس عندهم 10 اصابع. ان سبيس ليجز، هنا كلمه ليجز جمع، هل ينفع نجيب اتش؟ لا، ده اتش يجي بعدها اسم مفرد يعد، اسم مفرد يعد. طب افري اسم مفرد يعد، يبقى اذا الاجابه ايه؟ بوث. بوث يعني اثنين، بتشيل اثنين، واخد حضرتك، بس بيجي بعدها اسم ايه؟ اسم جمع، يعني كلمه اتش بتشيل اثنين، بوث بتشيل باثنين، بس بوث بعدها الاسم جمع، لكن اتش بعدها الاسم ايه؟ مفرد، زي ما انت شفت هناك ده. نمبر 5، المعاصر بلايز ان امبورتنت رول، يعني المعاصر يا جماعه بيلعب دورا مهم. ان الموست، الموست يعني ايه؟ يعني تقريبا، تمام. ودي ايه؟ دي ظرف، تمام. الموست ديت ايه؟ ظرف. ستودنتس اديوكيشن يعني تعليم كل طالب، طب ديت ايه؟ مفرد، يبقى اذا اول لا. طب وايتش؟ لا. ليه يا مستر لا ليه؟ لان احنا لما بنلاقي في الجمله ظرف بنستخدم ايفري، لما بنلاقي في الجمله ظرف بنستخدم ايه؟ بنستخدم ايفري. طب تعالى اللي بعديها، المعاصر بلايز ان امبورتنت رول، المعاصر بيلعب دورا مهم. ان الموست ستودنتس اديوكيشن، احنا عارفين يا جماعه طالما الابوستروفي بعد الاس يبقى دي ايه؟ ابوستروفي اس، بس الاس دي اصلا اس الجمع، يعني كده معنى كده ان كلمه ستودنتس دي كلمه ايه؟ كلمه جمع. هل كلمه ايتش بيجي بعدها اسم جمع؟ لا. هل ايفري بيجي بعدها اسم جمع؟ لا. يبقى الاجابه اول، لان اول هي اللي بيجي بعدها الايه؟ بيجي بعدها الاثنين، يعني بعدها الاسم الجمع. نمبر 7، each of my two sons، each of my two sons good at maths، يعني جيدين في الرياضيات. طيب يا جماعه افتكروا معايا القاعده كده، احنا قلنا each of يجي بعديها اسم جمع او ضمير جمع ولكن الفعل مفرد. الله ينور عليك، each of يجي بعدها اسم جمع او ضمير جمع لكن الفعل بيكون ايه؟ بيكون مفرد. يبقى ار لا ودو لا. طب انا هناخد از ولا هناخد داز؟ جود يا جماعه، جود يعني صفه، جيد. فالصفه بتبقى محتاجه مين؟ الله ينور عليك، محتاجه فيرب تو بي. طيب يا جماعه، ماي تو سانز اتش، الله ينور، ده الجمله دي عجباني قوي. مش احنا قلنا يا شباب ان كلمه اتش حينما يسبقها لما يجي قبليها اسم جمع او ضمير جمع فان الفعل يكون جمع. تاني قلنا يا جماعه ان كلمه اتش لو جه قبليها، قبليها كده اهو، اسم جمع او ضمير، ضمير جمع، ايه اللي يحصل؟ الفعل يبقى ايه؟ الفعل هيكون جمع. يبقى اذا كده از بره وضز كمان بره، يبقى فاضل ايه يا جماعه؟ هيبقى فاضل يا ار يا دو. طبعا هناخد ار لان كلمه جود دي صفه، والصفه عايزه مين؟ عايزه فيرب تو بي. بيقول ايه يا جماعه؟ زي سبيس هاف موبايل فونز، يعني انت لو ركزت معايا كده يا جماعه بيقول زي، صح؟ يبقى دي جمع. هاف وحياتك برضه هنا الفعل جمع. بوث اوف ده عايزه بتشيل اثنين، وانا ما عرفتش اشيل اثنين. وقول اوف برضه ان القصه دي ما تمشيش خالص، ده قول اوف دي، طب بوث اوف عايزين بعدها محددات مش بعدها فعل. يجي بعدها ايه؟ عندنا فاضل لنا كلمه اتش وايفري. ده انا هنفتكر اصلا ايفري يا مستر ما بيجيش بعدها فعل من اساسه. ايفري اصلا ما بيجيش بعدها فعل، امال مين اللي تنفع؟ اتش. ما انا لسه جاي من شويه صغيرين ان اتش يسبقها اسم جمع او ضمير جمع، اسم جمع او ضمير جمع، والفعل بعدها برضه بيكون جمع. الله يرضى عليك، يبقى هنا هنقول ايه؟ اتش. طب اللي بعد كده يا جماعه، سبيس اوف ذيم نيدز ارجنت هيلب، خلي بالك ركز معايا من دي، من نيدز، نيدز يعني كده ايه؟ يعني كده اقول لا عشان ديت بتبقى على اساس انها تشتغل جمع، وبوث لا لان كده عايزين فعل جمع. فاضل ايه يا جماعه؟ فاضل ايفري واتش. طب ايفري تنفع؟ لا، لان ايفري ما بيجيش بعديها حرف جر، لكن احنا عارفين يا جماعه ان اتش اوف يجي بعدها اسم جمع او ضمير جمع لكن الفعل مفرد. بص اتش اوف ها يجي بعديها اسم جمع او ضمير جمع لكن الفعل مفرد. يا رب تكون كده يا جماعه. ميني تيست 3 بيج 115 صفحه 115 بيقول ايه؟ ماي فازر هاز ا لوت اوف، يعني ابي لديه الكثير من. طيب هي كلمه ا لوت اوف يا اما يجي بعدها اسم جمع يعد او اسم مفرد لا يعد. فلما نقول يا جماعه كلمه فريند ده اسم مفرد يعد، وكلمه فريند شيب صداقه اسم مفرد يعد،
يبقى اذا ما ينفعش انا اخد كلمه ايه فريندز اللي هم اصدقاء لان اسم جمع. طب اللي بعديها ماي فازر هاز ا لوت اوف، هي نفس القصه، فريند اسم مفرد لا يعد، فريندز اسم جمع يعد، وفريندشيبس اسم جمع يعد، يبقى نعلم على الاثنين دول. يلا يا جماعه there is space water on the floor. طيب هي كلمه ووتر يعني ايه ووتر؟ يعني ماء، والماء يا جماعه ماله؟ والماء هنا اسم مفرد لا يعد. طيب يبقى انا عايز ايه يا جماعه نستخدم قبليه ايه؟ هنستخدم قبليه كلمه a lot of. نمبر 4 there is two space water on the floor. ايه الفرق يا جماعه؟ الفرق ان كلمه تو، واحنا لما بنلاقي كلمه تو او سو او اس او ري بناخد ايه يا جماعه؟ بناخد ماتش ذات اسم مفرد، يبقى هنا هنقول ايه؟ there is too much water. يبقى الفرق بين ديت وديت ايه؟ احنا المفروض اساسا لما بنستخدم lot of بتبقى في ايه؟ بيجي بعدها اسم مفرد لا يعد. بس انا امتى ينفع نستخدم في الجمله المثبته كلمه ماتش؟ اول سبب من الاسباب اللي هي كلمه زي كلمه تو او سو او اس او الى اخره. نمبر 5 there are space drops of water on the windscreen، يعني يوجد الكثير او القليل من قطرات الماء على الايه الشاشه. خلي بال حضرتك، بص كده حضرتك a lot of تنفع، كلمه ماتش لا ده عايز اسم مفرد لا يعد، كلمه a few تنفع لان بيجي بعدها اسم ايه؟ اسم جمع يعد، وبالتالي نعلم على ايه وايه؟ على ايه وسي. نمبر 6 there is so هنا لما بنلاقي so بقى لا الوضع يختلف، زي ما بنلاقي كلمه تو بالظبط، نجيب ايه؟ نجيب بعدها ميني زائد اسم جمع او ماتش زائد اسم مفرد، فهنا كلمه دروبس دي اسم ايه؟ اسم جمع، وبالتالي هناخد ايه؟ هناخد ميني. نمبر 7 I have a lot of friends، يعني لدي الكثير من الاصدقاء. Are in my school، يعني ايه يا جماعه؟ الكثير منهم، انا عايزين نقول كده انا لدي الكثير من الاصدقاء، خلاص؟ الكثير منهم فين؟ في مدرستي. الكثير من الاصدقاء دول يحبوا في المدرسه بتاعتي. طيب كلمه نان اوف تنفع؟ لا، لان دي عايز بعدها اسم او ضمير جمع. طيب نيجي على الوت اوف تنفع؟ لا ما تنفعش. ليه؟ لانها لا تستخدم ضمير. يا جماعه انا هنستخدم هنا كلمه ميني، لان كلمه ميني هنا ضمير، ضمير عايد على ايه؟ على كلمه فريندز. لكن كلمة a lot of أصلا ما بتستخدمش كإيه؟ لا تستخدم كضمير. نمبر 8 The Egyptians use a lot of water from the Nile، يعني المصريون يستخدمون كثير من الماء من النيل. Space used on farming، والكثير من الماء ده هو بيستخدم في، والكثير من الماء بيستخدم أو القليل على حسب ما نفهم بقى من الجملة يستخدم في الزراعة. طب خلي بال حضرتك a few ما بتستخدمش كضمير، a lot of ما بتستخدمش كضمير. يعني ايه استاذ ضمير؟ ضمير يا جماعه عارف انت لما تقول احمد ستاديز هارد هي انسرز ا لوت اوف كويستشنز، هي هنا ضمير عايد على احمد. كذلك يا جماعه انا لما هنستخدم الكلمه اللي اهو هنستخدمها كضمير عايد على كلمه الماء. خلي بال حضرتك هل ميني تعود على كلمه الماء؟ ما دول الاثنين بيستخدموا كضمير، ميني وماتش الاثنين بيستخدموا كضمير، لكن هل ميني يا جماعه تعود على الماء؟ لا طبعا اللي بيعود على الماء ماتش، لان ماتش اسم مفرد لا يعد. نمبر 9 The Egyptians المصريون use a lot of water، يعني يستخدمون كثيرا من الماء from the Nile. Space it is used in farming. الله اكبر، ايه الفرق؟ الفرق اللي هنا في it يعني ايه؟ يعني يا استاذ هنا الضمير انذكر، وطالما الضمير انذكر يبقى لا ينفع نستخدم لا ميني ولا ايه ولا ماتش، يعني ديت لا تنفع ولا دي تنفع لان الضمير موجود، فهنستخدم ايه يا جماعه؟ هنستخدم a lot of. نمبر 10 although some people على الرغم من بعض الناس have voted يعني أدلوا بصوتهم against the new law يعني ضد القانون الجديد. mini space still it يا جماعه احنا قلنا ان كلمه mini بتستخدم كضمير وكلمه ماتش برضه بتستخدم كضمير، بس mini طبيعي هيبقى الفعل بعدها جمع، وماتش طبيعي برضه ان الفعل اللي بعد يكون بعدها مفرد. يبقى اذا يا جماعه supports اخره اس ما تنفعش عشان احنا عايزين فعل جمع، وهاز سبورتد برضه ما تنفعش. ليه؟ لان هاز دي عايزه فاعل مفرد، يبقى احنا هنقول ايه يا جماعه؟ سبورت، لان ميني يليها فعل في الجمع. نمبر 11 هي ايرنز ا لوت اوف ماني، يعني هو بيكسب كثير من الفلوس.
much of which يعني كثير منها spent يعني ينفق on children's education يعني على تعليم الأطفال. خلي بالك ينفق يعني معنى كده مبنية للإيه؟ للمجهول. طب هي كلمة much ما احنا اتفقنا يا جماعة قلنا ان ماتش بصدق ضمير بس الفعل بعدها ايه؟ الفعل هيبقى بعديها مفرد يبقى ار لا تمام وهاف لا فاضل هاز واز طبعا هناخد از بالايه لانها مبنيه للمجهول فالفعل لما يبقى مبني للمجهول هيجي قبله فيربو تو بي. 12 في ميني بيبل هاد تيكن ذا كورونا فاكسين يعني الكثير من الناس اخذوا مصل بتاع فيروس كورونا. مور سبيس ستيل والمزيد ما زالوا waiting for their turn والعديد كانوا ما زالوا بينتظروا الدور بتاعهم. هنا واضح من سياق الجملة ايه يا جماعة؟ واضح من سياق الجملة هنا ان في ايه؟ ان في جمع واخد حضرتك وبالتالي هنستخدم ايه؟ هنستخدم where. واحد يقول لي جمع ازاي؟ يا عم الحاج هي كلمة more ده عايدة على كلمة many people. ما احنا قلنا ميني بين الاثنين في المقارنه هتبقى ايه؟ هتبقى مور. وطالما ان هي اصل مور هنا ميني يبقى المفروض ان هيجي بعدها الفعل ايه؟ الفعل جمع. واخد بالك يبقى وير. وطبعا خدنا وير عشان الفعل في اي ان ايه؟ اي ان جي. 13 ذا جفرمنت سبنت ا لوت اوف ماني يعني الحكومه انفقت كثيرا من المال. اون كورونا فيروس فاكسين يعني على مصل فيروس كورونا. ماتش سبيس سبنت اون باينج ذا فاكسين اتسلف والكثير انفق على الفاكسين نفسه. بص يا سيدي الفاضل هنا كلمه ماتش ده اهي ماتش ده عايد على كلمه ايه؟ عايد على كلمه ماني على كلمه ماني وكلمه ماني ايه؟ دي ماني ده اسم مفرد لا يعد وبالتالي لحالي ماتش زي ما اتفقنا ايه؟ هيفتح عليها فعل مفرد. طيب يا جماعه وير لا خلي بال حضرتك تبقى فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا يا ناخد واز يا ناخد هاد يا ناخد هاز سبنت. طب خلي بال حضرتك نقول لك انفق يعني معنى كده انها مبنيه للايه؟ للمجهول. والركنين الاساسيين في المجهول هو وجود فيرب تو بي وتصرف ثلاث الفعل وبالتالي هناخد ايه؟ هناخد واز. فورتين هاو سبيس بريد هاف يو بوت يعني عايز اقول له ايه؟ كم كميه الخبز اللي انت اشتريتها؟ احنا اتفقنا يا جماعه قلنا هاو ميني زائد اسم جمع وهاو ماتش زائد اسم مفرد والبريد ايه؟ البريد من الاسماء التي لا تعد يعني كم كميه الخبز التي اشتريتها. 15 هاو سبيس لوفز اوف بريد هاف يو بوت هنا لوفز يعني ارغفه الخبز وارغفه الخبز يا جماعه اسم جمع يبقى هنقول ايه؟ هاو ميني لوفز اوف بريد يعني كم عدد ارغفه الخبز التي اشتريتها. 16 هاف يو جود سبيس نولج ان ذيس فيلد يعني هل لديك كثيرا من المعلومات في هذا الايه؟ في هذا المجال. دي جمله ايه يا جماعه؟ دي جمله استفهاميه. طيب في الجمله الاستفهاميه ينفع نستخدم ايه؟ والله ان في الجمله الاستفهاميه عايزين ميني زائد اسم جمع وعايزين ماتش زائد اسم ايه؟ مفرد. تمام؟ يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ هنقول ماتش اللي هي رقم بي. 17 هاف يو جود بيسز اوف نولج ان ذيس فيلد يعني هل لديك معلومات او بعض المعرفه في هذا الايه؟ في هذا المجال. واخد حضرتك في هذا الايه؟ في هذا المجال. طيب يا جماعه طب كلمه بيسز هنا اسم ايه؟ اسم جمع صح؟ طالما ان اسم جمع يبقى ناخد ايه؟ هناخد والله ده سؤال وهي جام يبقى هناخد ميني اهو. طيب يا جماعه 18 سبيس ستودنتس يعني كثير من الطلاب وونت تو جوين يريدون ان يستخدمون او ينضمون سوري ذا فاكولتي اوف ميديسن الى كليه الايه؟ الى كليه الطب. طيب يا جماعه هي كلمه ستودنتس اسم جام يبقى ماتش بره صح؟ طيب ناخد ايه؟ ميني بيجي بعدها اسم جام ولوت اوف بيجي بعدها اسم جمع. بس واحد يقول لي يا استاذ هو ينفع نستخدم ميني هنا؟ اقول لك ايوه احنا ينفع يا جماعه نستخدم كلمه ميني تمام لما بتكون فاعل في الاول. ميني في جمله مثبته لما تكون فاعل في الاول. وماتش نفس القصه ممكن تستخدم في جمله مثبته بس يجي بعدها اسم مفرد لا يعد بس تبقى ايه؟ فاعل في الاول. وبالتالي هنعلم عليهم هم الاثنين. 19 سبيس ورك شود بي دان بيفور اي كان ليف ذا اوفيس يعني يا جماعه عايز يقول ايه؟ عايز بيقول ان كثير من العمل يجب ان يؤدى قبل ان اغادر المكتب. طيب يا جماعه هي كلمه ورك، كلمه ورك اسم مفرد لا يعد. كلمه ورك اسم مفرد لا يعد وبالتالي ميني مش هتنفع، يبقى تفضل مين؟ هتفضل الوت، ده لوت لازم يبقى الوت اوف، يبقى هنستخدم مين؟ هنستخدم ماتش،
واحد يقول لي يا مستر هو احنا ينفع نستخدم ماتش في الجمله المثبته؟ ما انا لسه قايل لك يا ابن المحترم، ما انا لسه قايل لك من شويه صغيرين، لما تكون فاعل في الاول ينفع نستخدم ميني كفاعل في الاول جمله وماتش، بس ميني يجي بعدها اسم جمع وماتش يجي بعدها اسم ايه؟ اسم مفرد، يعني بتصف الفاعل مين ستودنتس او زي ما قلت هنا ماتش وير. ميني تيست يا جماعه فور بيج 118 صفحه 118. نمبر 1 اي هاد سبيس اورانج جوس. ما معنى كلمه اورانج جوس؟ يعني عصير برتقال. تمام، عندي ايه؟ عصير برتقال، عندي قليل من العصير البرتقال، لان كلمه افيو عايزه بعدها اسم جمع، تمام، والديت اسم مفرد. طيب هناخد اليتل ولا ليتل؟ الاثنين ينفعوا لان هو ما بينيش ان كانه يكفي ولا لا يكفي، فيبقى اليتل صح وليتل صح، وبالتالي هنعلم عليهم هما الاثنين. نمبر 2 اي هاد باكيتس يعني عبوات اوف اورانج جوس. خلي بالك عبوات يعني اسم ايه؟ يعني اسم جمع، يبقى كده a little عايزة اسم مفرد و little عايزة اسم مفرد، يبقى نقول كلمة ايه؟ a few. نمبر 3 احمد has a few. خلي بال حضرتك احمد لديه a few ايه؟ خلي بال سيادتك a few عايزة بعدها اسم جمع، طايم اسم مفرد لا يعد، خلي بال حضرتك، يبقى نقول ايه يا جماعة؟ فريندس. ليه؟ لان كلمة a few بيجي بعدها اسم جمع، اسم جمع يعد، يعني مثلا كلمة صني اسم مفرد بس يعد بس مفرد ما تنفعش. نمبر 4 احمد هاز ا ليتل يعني لديه ليتل ايه؟ خلي بال حضرتك ا ليتل عايزه بعدها اسم ايه؟ اسم مفرد لا يعد. طب يبقى هنا فريندس اسم جمع وكلمه صن ده اسم مفرد يعد، وبالتالي اللي تنفع كلمه طايم. نمبر 5 احمد هاز ا ليتل سبيس اوف 4 يعني يا جماعه معنى الجمله ديت ايه؟ احمد لديه ابن صغير، ابن صغير بالغ من العمر 4 سنوات. يعني واحد هيقول لي يا استاذ هي كلمه اليتل ممكن يجي بعدها اسم مفرد يعد؟ نقول له ايوه بس بالمعنى ده صغير، واخد حضرتك؟ يعني مثلا انت لما بتقول ايه اخويا الصغير بتقولها ازاي بالانجلش؟ الله يفتح عليك، بنقول ماي ليتل براذر، اختي الصغيره ماي ليتل سيستر. ده برضو يا جماعه احمد لديه ابن صغير بالغا الرابعه من عمره، يبقى نقول ايه يا جماعه؟ صن ده. نمبر 6 احمد هاز ليتل سبيس اوف هيز اون ايج يعني يا جماعه بنقول ان احمد لديه اصدقاء، اصدقاء صغار في السن، صغار في السن في نفس ايه؟ في نفس عمره. يبقى هنا هنقول ايه يا جماعه؟ هنقول فريندس اصدقاء صغار في السن في نفس العمر بتاعه، ينفع احنا نقول ايه؟ فريندس اللي هي الاسم الايه؟ الاسم الجامع. نمبر 7 I add space salt to my soup. Most people wouldn't like it. يعني بنقول ايه يا جماعه؟ بنقول انا بأضيف ملح للشوربه بتاعتي. خلي بال حضرتك مالها؟ قليل ويكفي ولا قليل ولا يكفي؟ قال لي معظم الناس ما بيحبوهاش، يبقى معنى كده انه ايه؟ انه قليل ولا يكفي، لان احنا خدنا في الشرح الفرق بين a little و little، وقلنا a little بالاي معناها قليل ويكفي، لكن little من غير الاي معناها قليل ولا يكفي. نمبر 8 I add space salt to my soup يعني انا بنضيف ملح قد ايه للشوربه بتاعتي؟ just enough to make it tasty يعني من ما يجعلها ها تيستي. تيستي يعني ايه يا جماعه؟ يعني حلو المذاق، يعني المذاق بتاعها بيبقى كويس. وحياتك يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا هناخد قليل وايه؟ قليل ويكفي اللي هي اليتل. نمبر 9 مستر ايمن روت يعني مستر ايمن كتب داون سبيس ا فيو نوتس يعني ملاحظات قليله. Nothing very important. خلي بالك انا قلت لك يا جماعه في الشرح لما نقول لك nothing very important يعني مفيش حاجه مهمه، في الحاله دي بتستخدم كلمه ايه؟ بتستخدم كلمه only. بتستخدم كلمه ايه؟ only. بص يا جماعه اللي بعديه مستر ايمن هاز جود ا ليتل تايم جاست انف يعني كافي تو دو ذا جوب ان ذا هاند. طالما يا جماعه قال لي كافي او عرفت من الكلام كده انه هيكفي الوقت، يبقى ساعتها هنستخدم ايه؟ هنستخدم كلمة quiet اللي معناها إلى حد ايه؟ معناها إلى حد ما. 11 I have space money left I can't buy the underground ticket يعني بيقول يا جماعة أنا معايا فلوس بس قد ايه؟ لا أستطيع أن أشتري التذكرة. مش هنعرف نشتري التذكرة بتاعت الأندرجراوند. يبقى هنا المعنى كده ايه؟ معنى كده إن الفلوس ديت لا تكفي، يبقى قليل ولا يكفي، يبقى ايه؟ يبقى little. طب اللي بعديها نمبر 12 I have space boundes يا جماعه الباوندز ديت ايه؟ الباوندز ديت اسم جمع صح؟ باوندز ليفت
I can't buy لا أستطيع أن أشتري the underground ticket يعني تذكرة مترو الأنفاق يعني معنى كده إنه قليل برضو ولا يكفي بس هنا كلمة باوندس اسم جمع والاسم الجمع يا جماعة هيجي بعديه إيه الله ينور عليك نستخدم كلمة فيو لأن قليل ولا يكفي 13 mom has so space work to do before she goes to bed يعني بيقول إن أمي لديها قليل من العمل كي تفعله قبل أن تذهب إلى الفراش هنا لقينا كلمة إيه لقينا كلمة so لما بنلاقي كلمة so بناخد إيه الله يفتح عليك بناخد little من غير الإيه تمام طالما إن هنا اسم مفرد لا يعد 14 How space people attended the rich man's funeral funeral يعني جنازة How هنا يا جماعة تفكر إنها سؤال دي مش سؤال يا ريس أتعجب بيقول يا ده يعني كم قليلا من الناس حضروا جنازة الرجل الغني I wonder where his so-called friends were أنا بتساءل أين أصدقائه المزعومين يبقى هنا قليل ولا إيه قليل ولا يكفي يبقى ناخد كلمة فيو اللي هي رقم إيه اللي هي رقم سي 15 My uncle has a very few space on the farm يعني بيقول يا جماعة أن عمي لديه إيه في المزرعة خلي بال حضرتك كلمة فيو عايزين بعدها اسم جمع طب soil اسم مفرد water اسم مفرد لا يعد وانيمال اسم مفرد يعد لان انا عايز بعد فيو اسم جمع طبعا كلمه كاتل يعني الماشيه دي دايما وابدا ايه دي ايضا وابدا جمع زي ما هي كده زيها زي كلمه بوليس وزيها زي كلمه بيبل 16 I have a train this space today have you ولا few ولا hardly ولا a little مين اللي تستخدم كحال؟ a little مع الأفعال بنستخدم a little إيه يا جماعة؟ a little مع الأفعال كحال يبقى نقول إيه؟ a little طيب يا شباب بعدين 17 space was said يعني بنقول يا جماعة إن القليل قيل at the press conference قيل يبقى معنى كده إيه برضو؟ هنستخدم little اللي هنا بنستخدم كإيه؟ كظرف تمام؟ طيب يا جماعة 18 I was space annoyed I was space annoyed by what she had said يعني بما ايه بما قالت خلي بال حضرتك احنا قلنا يا جماعة لما يبقى فيه صفة سلبية زي annoyed بنستخدم مين بنستخدم a little اهو يبقى انا little اللي رقم ايه رقم سي a little اللي رقم سي يلا يا جماعة we space expected her to win the gold يعني احنا كنا متوقعين قليلا ان هي هتكسب الايه هتكسب الايه الجولد قلنا لما نلاقي فعل زي الفعل اكسبكت او الفعل هوب او فعل من الافعال دي بنستخدم ليتل ليتل من غير الايه من غير الايه توني وين نون از انتونيمز ويز از بيست نون برضو يا جماعه قلنا في حاجه اسمها ليتل نون وليتل يوزد من غير الايه وبالتالي هنعلم على رقم سي طيب يلا مع بعضينا كده يا شباب بيج 120 صفحه 120 في كتاب المعاصر من التست 5 بيقول ايه لين وانتد تو باي يعني لين كانت تريد ان تشتري نوت بوكس نوت بوكس يعني كراسات نوت بوكس طيب يا جماعه ايفري تنفع لا ليه لان كلمه ايفري عايزه بعدها اسم مفرد لا يعد دي اسم جمع اني تنفع لا ليه لان اني عايزه جمله منفيه ماتش تنفع لا لان ماتش مش بعدها اسم مفرد لا يعد يبقى هنقول صم يعني كانت عايزه تشتري بعض طيب يا جماعه تو لين didn't want to buy space notebooks يعني برضو نفس القصة بس لين هنا مش عايزة تشتري أي كراسات خلي بال حضرتك مش عايزة تشتري أي كراسات فهنا يا جماعة لو أنت هتستخدم ماتش هنقول لك لأ لأن ده اسم جمع لو أنت حضرتك هتستخدم نو هنقول لك لأ عشان قاطر أصلا دي جملة منفية تمام وصم ما بتجيش في الجملة المنفية يبقى هنستخدم كلمة any اللي هتيجي في السؤال وفي الجملة المنفية نمبر 3 لين didn't want to buy يعني لين ما كانتش عايزه تشتري او لم ترد ان تشتري نوت بوكس because she had already لانها لديها بالفعل بعض الكراسات صح؟ لديها بالفعل ايه؟ هتقول اي كراسات؟ طب ماتش مش هتنفع لان كلمه ماتش هنا عايده على مين؟ على النوت بوكس والنوت بوكس ده يعني احنا معنى الكلام ده ان كلمه صم ممكن تستخدم كضمير وماتش تستخدم كضمير وايه تستخدم كضمير؟ طيب يا جماعه كلمه نو المعنى ما يركبش اساسا وهتبعتك وبعدين نوع عايزه بعدها اسم تمام يبقى هنا هنقول ايه يا جماعه؟ هنقول صم يعني لديها بعض وهتحتاج هتاخدها بالايه؟ بالمعنى يلا يا جماعه لين wanted to buy notebooks يعني لين كانت عايزه تشتري كراسات
because she didn't have لان ما كانش عندها اي كره سله مش كده؟ طيب نيجي كده مع بعضينا، هل كلمه الماتش تنفع؟ لا، لان احنا عايزين على كلمه نوت بوكس ودي اسم جمع. نوت تنفع عايزه بعدها اسم، ما تنفعش. يبقى صم تنفع؟ لا، ده جمله منفيه، يبقى ما فيش اللي عندنا لمين اللي هي اني. نمبر 5 لين بوت نوت بوكس بيكوز شي هاد اوريدي هاد صم. بيقول يا جماعه ان لين اشترت كراسات ولا ما اشترتش؟ المهم يعني لانها كان بالفعل عندها بعض الكراسات. يبقى هنا يا جماعه هنقول اشترت كثير، المعنى ما يرقبش. ماتش واطرح حضرتك اهي، ماتش تنفع هنا؟ لا طبعا، ماتش عايزه بعدها اسم مفرد لا يعد. اني عايزه جمله منفيه، يبقى انا هناخد ايه؟ نو يعني ما اشترتش اساسا، لان كان ايه؟ كان عندها بعض الكراسات. نمبر 6 there is a lot of juice in the fridge، يعني يوجد كثير من العصير فين؟ في الثلاجه. I'll get you، انا هنجيب لك ايه؟ هنجيب لك بعض العصير. وهتقول لي يا استاذ هي صم هنا ايه؟ هنقول لك يا حبيبي صم هنا ضمير عايد على ايه؟ على الـ a lot of juice. a lot of ايه؟ of juice. وبالتالي انا ما ينفعش نستخدم ميني رغم انها بتستخدم كضمير، بس عايد على العصير. وما ينفعش نستخدم اني لان اني واخد حياتك في جمله ايه؟ عايز جمله منفيه. وما نستحش نستخدم ماتش يا جماعه عشان خاطر المعنى بتاع الكلام، واصل الماتش لما استخدمت كضمير بيجي بعدها ايه؟ فعل. نمبر 7 there is a lot of juice in the fridge، يعني يوجد كثير من العصير في الثلاجه. would you like دي محفوظه، would you like some can I have some اللي هو السؤال بتاع العرض والطلب. لما تلاقي السؤال اللي عندك سؤال بتاع عرض او طلب، can I have some يعني هل يمكن ان اخذ بعض، او would you like some هل تود بعض، يبقى هنا على طول نستخدم ايه؟ نستخدم كلمه some. نمبر 8 there is no more juice in the fridge، يعني مفيش عصير تاني في الثلاجة. I can't get you لا استطيع ان اجيب لك، طبعا يا اخويا معاها واضح خالص هتبقى اني. ليه؟ لان دي جملة ايه؟ جملة منفية. ماتش هيجي بعدها فعل. كلمة صام ما تجيش في جملة منفية. كلمة ميني ما تعش على العصير اصلا اللي هو اسم مفرد لا يعد، وبرده بيجي بعدها فعل زي مين؟ زي ماتش بالظبط. 9 most of my friends يعني معظم اصدقائي are here in the wedding hall يعني في صالة الزفاف. But some ولكن بعضهم apologized for different reasons ولكن بعضهم اعتذر لأسباب مختلفة. احنا قلنا ان some ينفع انها تستخدم كضمير وبيجي بعدها الفعل مفرد او جمع على حسب اللي بتعود عليه. طب احنا دلوقتي يا جماعة فريندس ده اسم جمع، وبالتالي انا لازم نستخدم هنا الفعل، لازم الفعل هنا يكون جمع، يبقى هذا لا واذ لا، يبقى فاضل ار وفاضل هاف. لو استخدمت ار تبقى هنا الجمله مجهول لان الفعل ده في التصريف الثالث، طبعا هي مش مجهول لان بنقول بعضهم اعتذر، يبقى هنا هنستخدم هاف وزمن الجمله تبقى ايه؟ مضارع تام لو تكون من هاف او هاز التصريف الثالث للفعل. 10 most of the information you need is available يعني معظم المعلومات اللي انت محتاجها متاحه. but some ولكن بعضها still being collected يعني بعضها ما زال يجمع. خلي بال حضرتك هنا يا جماعه نفس القصه، كلمه صم دي عايده على ايه؟ على الانفورميشن، والانفورميشن ديت ايه؟ اسم مفرد لا يعد، وبالتالي ان هو يا جماعه هيبقى الفعل ايه؟ هيبقى الفعل مفرد، يبقى هاف مش هتنفع وكمان ار مش هتنفع. طب يا ترى هنستخدم از ولا هاز؟ ده الفعل يا جماعه في اي ان جي يعني مضارع مستمر في المجهول بيتكون من مفعول ام او از او ار وبعدين بينج وتصرف تلك الفعل، يبقى هنعلم على مين؟ على از. 11 some space cries cries يعني معنى كان فعل في اس، يبقى انا هنا عايز ايه؟ عايز هنا فاعل مفرد، عايز هنا فاعل مفرد. next door I wonder if their parents لو كان والديهم are out. فهو انا لو انتم فاكرين في الشرح انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم يا جماعه ان صم يجي بعدها اسم مفرد يعد غير مسبوق بأداة نكره ولا تعريف ويبقى معناها ايه؟ ويبقى معناها طفل ما، ولد ما، كتاب ما، كده حقيبة ما. فهنا بيقول ايه يا جماعة؟ بيقول طفل ما بيصرخ بالخارج او بالجوار يعني، وانا اتساءل لو كان والديه والديه في الخارج. يعني بيقول يعني الطفل ما عند الجيران عمال يعيط وانا بتساءل لو كان والديه في الخارج. فواحد يقول لي يبقى هناخد ايه؟ هناخد الشايلد ده اهي معناها طفل ما. طب واحد يساله سؤال يقول لي يا مستر ازاي انت هنا قلت صامت شايلد كرايز وبعدين هنا لما عوضت عليه الضمير عوضت عليه بضمير زير؟ هيقول لك ارجع لسنه ثانيه ثانوي واحنا بناخده في السؤال المزيد، قلت لك لما يبقى الحاجه تقبل انها مذكر او مؤنث.
يعني child ده ممكن يكون ولد وممكن يكون بنت. قلت لك بيعوض عنهم بضمير ايه؟ بضمير جمع. طب يلا يا جماعة 12. Any space has a problem with their tablet can consult Mr. محمد عمر. يعني أي طالب ما لديه مشكلة في التابلت بتاعه ممكن يستشير مستر محمد عمر. نفس الفكرة يا اخواتي. ادي هنا اني هيجي بعدها اسم مفرد قابل للعد بس ما يبقاش فيه اداة نكر ولا تعريف خالص. وزي ما قلت لك عوض عنها هو بضمير جمع لان يا جماعة الطالب ده مش عارف مذكر ولا مؤنث. 13. My students يعني طلابي ارسلوا لي بعض جريد A تاكن التي اخذت during the school trip يعني الرحلة المدرسية. هنا افوتو ولا فوتوز ولا فوتو ولا بي و سي؟ هسأل سيادتك سؤال. هي كلمة فوتو اسم مفرد يعد صح وجمعها فوتوز. كلمة صام يا جماعة لما تبقى معناها بعض كلمة صام لما يكون بعدها بعض هل ينفع يجي بعدها اسم مفرد؟ لا طبعا. لو كان مفرد لا يعد لكن اسم مفرد يعد لا. يبقى قلت لها هناخد ايه؟ هناخد فوتوز. 14. Do you mind lending me؟ ده سؤال بيدل على الايه؟ بيدل على الطلب. والسؤال لما بيدل على الطلب ناخد ايه؟ الله يرضى عليك ناخد صم. Do you mind lending me some money؟ يعني هل لديك مانع انك انت تديني بعض الفلوس؟ 15. Sorry I can't lend you space money. ده هنا جملة ايه؟ منفية. طيب جملة منفية هنا كلمة ايه؟ mini عايزة اسم جمع وفيو عايزة اسم جمع صام عايز جملة مثبتة أو سؤال بتاع عرض وطلب. يبقى ما عادش فاضل لمين؟ إيه هي اللي بتيجي في الجملة المنفية؟ سيكستين. She's best has no time for hobbies. يعني بيقول يا جماعة إن هي تقريبا ما عندهاش وقت للهوايات. فاكرين يا جماعة almost بتنادي على مين؟ على no. ونو بتنادي على مين؟ على almost. يعني انت لو قلت لي ليه كتبت almost هنا عشان خاطر نقولك في كلمة ايه؟ في كلمة no. يبقى almost no. Number 17. She's best has any time for hobbies. ده هنا بقى غيرني كلمة no كلمة any. يبقى لما بلاقي any ناخد ايه؟ ناخد hardly, scarcely, barely, seldom. اهي barely موجود اهي. 18. She's best have any time for hobbies. She's best have any time for hobbies. يعني هي ما عندهاش اي وقت للهوايات. واحد يقول لي يا مستر مش انت لسه جاي من شويه صغيرين كده ان انت لسه وايل عشان خاطر لقيت اني خدنا بيرلي. يا استاذ ركز. هي المقصد ان انا الاقي نفي. الاقي ايه؟ الاقي نفي. لو انا خدت بيرلي يا جماعه ده الفعل هنا ايه؟ هاف. يبقى انا لازم نجيب مين؟ لازم نجيب doesn't اللي بيجي بعدها الفعل فين؟ اللي بيجي بعدها الفعل في المصدر. هنجيب doesn't اللي بيجي بعدها الفعل فين يا جماعه؟ في المصدر. 19. I drink tea without space sugar. بص يا جماعة احنا بنقول اهو without any بتساوي with no. without any بتساوي ايه؟ with no. فانا لقيت هنا كلمة مين؟ لقيت without. يبقى ندور على مين؟ على حبيبتها اللي هي any. Number 20. I drink tea space with space sugar. I am diabetic. يعني انا عندي مشكلة في مرض السكر. يبقى ايه؟ يبقى يا جماعة هنقول no. اهو no ده اهي. ليه يا جماعة؟ لأن زي ما قلت لك لما بتلاقي with no بيساوي without any. 21. I drink tea with only space sugar. I don't like it too sweet. يعني يا جماعة بنقول أنا بشرب الشاي فيه فقط بعض السكر. أنا ما بحبهوش إن يكون حلو زاد على اللازم. بعض السكر. يبقى نقول ايه؟ لو قلت نو مش ماشيه واني مش ماشيه يبقى نقول ايه يا جماعه؟ هنقول صم. 22. I drink tea with space sugar. يعني بنقول يا جماعه انا بشرب الشاي space sugar. ممكن نقول ما فيش سكر؟ ممكن نقول بعض السكر؟ لكن ما ينفعش نقول اني. ليه؟ لان اني فتيجي في الجمله اللي فيها والسؤال. يبقى انا هنعلم على ايه؟ على الاثنين دول ان دي تنفع ودي برضو تنفع. 23. You can call me at any time. يعني تستطيع أن تتصل بي في أي وقت. If space goes wrong. يعني لو أي شيء وضعيتك تعطل. ما احنا عارفين يا جماعة أننا لما نلاقي if بنستخدم معاه any. واحد يقول لي يا أستاذ ما أنت جاي إن any بتيجي في الجملة المنفية وبتيجي في السؤال. نقول لك صح. بس أنا جاي لك حبيبي برضو إن if لما تلاقيها بتاخد إيه؟ بتاخد كلمة any. فهنقول anything goes wrong يعني لو أي شيء إيه؟ تعطل. 24. My doesn't have space time at all.
يعني مي ليس لديها أي وقت على الإطلاق. مي ليس لديها أي وقت على الإطلاق. ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة أي على الإطلاق؟ بص هي لما أنت حضرتك بتاخد إيه ده مع at all، يعني أنت بحافظ الحاجات دي، يبقى زي ما احنا قلنا دلوقتي with no بيساوي زود اني، خلي بالك الحاجات دي كويس. وزي ما قلت لك almost no، خلي بال حضرتك، وقلت لك خلي بالك برضو انك انت لما بتلاقي hardly او scarcely او barely او seldom بتاخد اني، خلي بالك حاجات دي كويس. الله يكرمك. Space the boys in my class are toppers، يعني عايز نقول بعض الطلاب اللي في الفصل بتاعي متفوقين جدا. خلي بال حضرتك هنا في the boys مش boys على طول، يبقى ما ينفعش نستخدم some. خلي بال حضرتك وما ينفعش نستخدم اني، تمام كده؟ علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر هنا جمله مثبته. خلي بال حضرتك يبقى هنستخدم ايه يا جماعه؟ هنستخدم some of، طبعا برضو none عايزه بعدها of. 26 these are your close friends، يعني هؤلاء الصدقاء الحميميون. some of can help you، يعني بعضهم يستطيع ان يساعدك. احنا قلنا ان some of يجي بعدها ضمير مفعول جمع، وبالتالي هناخد ضمير المفعول اللي هو مين؟ اللي هو زين. تعالوا يا جماعه كده بقى على ميني تيست 6 بيج 123 صفحه 123، بيقول ايه؟ I have space، I have space food ready for the baby، يعني هنقول انا ما عنديش طعام جاهز للبيبي. طبعا احنا عارفين يا جماعه ان كلمه نو بيجي بعدها اسم مفرد قابل للعد. طيب نمبر 2 there are no space in the school playground، يعني ما يوجدش ايه؟ خلي بالك هنا there are، يعني معنى كده لازم يجي اسم جمع صح؟ يبقى هنقول students، يعني لا يوجد طلاب. وطبعا كلمة نو معروف ان بيجي بعدها اسم مفرد قابل للعد او اسم جمع يعد او اسم مفرد لا يعد اهي. I ate space rice، يعني بقول انا ما كنتش قرص، برضو نفس القصة no rice. نمبر 4 I didn't eat space rice، هنا يا جماعة في كلمة ايه؟ في كلمة didn't، وبالتالي طالما في نفي ما ينفعش نجيب not ولا ينفع نجيب no ولا ينفع نجيب none، لكن يجيب مين؟ any اللي بتيجي مع السؤال والايه والنفي. نمبر 5 he lost his left arm، يعني هو فقد ذراعه الايه الشمال. in an accident، يعني في حادث. he has no left، وما عندوش no left ايه arm، واحنا قلنا كلمه no يجي بعدها اسم مفرد يعد غير مسبوق بقى ولا ان، يبقى هنا هو هنقول ايه arm اللي هي 50. طبعا ديت في ان، وهنا طبعا جنب، وهنا مش هتمشي الدنيا خالص. نمبر 6 I called 3 of my cousins، يعني ناديت على 3 من اولاد عمي. but space replied، يعني مفيش حد فيهم رد. مين يا جماعه اللي في دولت بتستخدم كضمير ويجي بعدها فاعل؟ الله ينور عليك، نان اهي، نان تستخدم كضمير تمام ويجي بعدها الفعل اللي هو ايه؟ اللي هو ريبلايد. نمبر 7 سما اوفرد مي، يعني سما عرضت علي ديفرنت كولد درينكس، يعني مشروبات بارده مختلفه. بات اي ديدنت لايك، ولكني لم احب. طيب بص كده معايا يا حبيبي، انت على دلوقتي لقيت من كلمه ايه؟ ديدنت. طالما ان انت حضرتك لقيت ديدنت، طالما ان حضرتك لقيت كلمه ديدنت دهيت، يبقى ما ينفعش تستخدم نوت، لان مش هتشوف النفي، ولا تستخدم نو ولا تستخدم نون. لكن مين اللي بتيجي في الجمله المنفيه في السؤال؟ كلمه اني اللي هي رقم ايه. نمبر 8 سما اوفرد مي، يعني سما عرضت علي ديفرنت كولد درينكس، يعني مشروبات بارده مختلفه. بات اي لايكد، ولكنني حبيت. حبيت ايه؟ اني دي مثبت ما تنفعش. لايكد نو، نو دي مش بعدها اسم. نوت ده نوت ديتين في فعل، هنقول لايكد نون، ونن هنا مستخدمه كضمير عايد على كلمه ديفرنت كولد درينكس. نمبر 9 ذا ميتنج واز هيلد، يعني الاجتماع عقد. بات سبيس فروم اور كومباني، يعني انا عايز نقول لا احد من الشركه بتاعتنا اتندت ات. كلمه لا احد يعني ايه؟ يعني نو وان، نو وان فروم اور كومباني، يعني لا احد من الشركه بتاعتنا. نمبر 10 ذا ميتنج واز هيلد، يعني الاجتماع عقد. بات سبيس اوف، هنا بقى لقيت حرف الجر ايه؟ حرف الجر اوف. طيب لما يبقى حرف الجر اوف ناخد نو؟ لا طبعا. ناخد نوت؟ ناخد اني؟ لا. يبقى ناخد ايه؟ نان، لان نان هي اللي بيجي بعدها ايه؟ هي اللي بيجي بعديها حرف الجر اوف، وبعدين ضمائر المفعول هي اس او زن او يو او ات.
Number 11. No one in our family. The last decision. يعني لا أحد من الأسرة بتاعتنا. القرار النهائي. خلي بال حضرتك. إحنا اتفقنا على إن no one ده إيه؟ ضمير غير محددة. كلمة no one ضمير غير محدد. يعني إيه يا أستاذ ضمير غير محدد؟ يعني يا جماعة لما نقول no one مش عارف إن ده مذكر ولا مؤنث. وقلنا يا جماعة إن الفعل بعديها بيبقى مفرد. الفعل بعديها بيبقى مفرد. يعني إذا كلمة have ده جمع. وار دي جام وسبورت ده عايز فعل جام يبقى هناخد سبورت لان احنا بنضيف الفعل اس مع هي وشي وات والاسم الايه والاسم المفرد. 12 30 ستودنتس 30 طالب ار توكينج تارتيكينج ذا اكزام رايت ناو. يعني 30 طالب بياخدوا الامتحان دلوقتي. اي اكسبكت نون اوف ذم ما توقعتش ان اي حد منهم جوينج تو جوينج تو جيت ذا فول ماركس يعني يحصل على الدرجه النهائيه. طب خليك معايا كده بعد اذنك عليك. احنا مش قلنا كلمه نون اوف يجي بعدها اسم جمع او ضمير جمع ولكن الفعل مفرد. لكن الفعل مفرد قولا واحدا يبقى اذا كده ايه هاف دي مش هتنفع وور دي مش هتنفع يبقى فاضل لنا يا اس يا واز. طب سياق الجمله ايه؟ سياق الجمله هنا مضارع يبقى واز برده ما تنفعش وناخد ايه؟ ناخد اس. 13 are those your close friends يعني هل دول هم اصدقائك الحميميون؟ تمام. فقال له نون agreed to help you ده ما فيش واحد لا واحد وافق ان يساعده. بص بقى يا حبيبي كلمه نون هنا مستخدمه كضمير صح؟ ضمير عايد على ايه؟ عايد على كلمه close friends. طب close friends دي اسم جمع ولا اسم مفرد؟ لا اسم جمع. واحنا قلنا ان نون لما تستخدم كضمير فإن الفعل يكون مفرد أو جمع حسب الاسم الذي تعود عليه. يبقى إذن هاز مش هتنفع وإز مش هتنفع لأن إحنا بنتعامل مع جمع أهو. طيب يا جماعة لو خدت آر هتبقى مجهول لأن لما بيسبق فيرب تو بي بيسبق التصريف الثالث تبقى مجهول. لكن إحنا هنقول إيه؟ هاف يعني ما فيش حد فيهم وافق على إنه إيه؟ على إنه يساعدك. 14 haven't you said ألم تقل that the food is enough إن الطعام كافي. None space left and your sister hasn't eaten anything. يعني مفيش حاجة متروكة وأختك ما كلتش شيء. بص يا حبيب هنا نن برضه مستخدمة كضمير. ضمير عايد على إيه؟ عايد على كلمة فود. صحصح معايا الله يكرمك. عايد على كلمة إيه؟ على كلمة فود. طب فود ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. إذا هاف لأ وآر لأ والحوار هيبقى ما بين هاز ولا إز. طب يا جماعة بنقول إيه؟ لم إيه؟ تركة. تركة يعني مبنية للإيه؟ للمجهول صح؟ طيب طالما مبنيه للمجهول يبقى هنجيب ايه؟ هنجيب جمع للتصريف الثالث فيرب تو ايه؟ فيرب تو بي اللي هو از ايه؟ از ليفت. 15 نون اوف سبيس واز اسليب. احنا قلنا كلمه نون اوف يجي بعدها ايه؟ يجي بعديها اسم جمع بس الاسم جمع ده يكون ايه؟ يكون مسبوق بذا. اسم جمع يكون مسبوق بايه؟ بذا. طيب هنا باسنجر ده اسم مفرد وباسنجر اسم مفرد وباسنجرز ما فيش ذا يبقى ذا ايه؟ ذا باسنجرز. طيب 16 none of space neighbors is noisy or nosy يعني لا احد من جيراننا ضوضائي او حشري. خلي بال حضرتك احنا قلنا يا جماعه ان كلمه none of يجي بعدها ذا وبعدين اسم جمع او يجي بعدها المحدد ذس اللي هي اسماء الاشاره ذس او ذات او ذيس او زوس او يجي بعدها صفات الملكيه صفات الملكيه اللي هي ماي وهز وهير واتس واور وزير ويور تمام. وقلنا كمان يا شباب ان بيجي معاها ايه ضمائر المفعول اللي هي ات واس وزم ويو. طب تعالى كده نشوف الجمله اللي عندنا دي نون اوف نيبرز. نيبرز يعني ليه؟ الجيران. طيب انا على حسب الكلام اللي قلته دلوقتي يبقى اورز دي مش هتنفع ودي مش هتنفع فاضل لنا اس واورز. طب انا هنا هنقول نون اوف اس نيبرز ولا لا احد من جيراننا؟ يبقى من جيراننا يبقى هنستخدم صفه ايه؟ صفه ملكيه اللي هي اور. يلا يا جماعه 17 my friends were in a difficult situation يعني بقول اصدقائنا كانوا في موقف صعب. None of space was in a good mood يعني لا احد فيهم كان في حاله نفسيه جيده. لسه جايل ان none of يجي بعدها ذا وبعدين اسم جمع او يجي بعدها صفات الملكيه اللي هي ماي وهيز وهير واتس واور وزير ويور او يجي بعديها اسماء الاشاره اللي هي زيس وذات وزيس وزوس أو يجي بعدها صفات الملكية اللي هي ماي وهيز وهير واتس واور وزير ويور أو يجي بعد مار المفعول اللي هي ات وزي وزم تمام ويو.
يبقى بناء على الكلام اللي انا قلته ده دلوقتي، كلمه زي دي لا، وكلمه زارز ديت لا، فاضل معايا ايه؟ يا زين ياخد بحياتك يا زير. طب يا جماعه احنا هنقول ايه؟ هنقول لا واحد منهم كان في حاله، يبقى هنجيب ايه؟ هنجيب ضمير مفعول، يبقى ولان اوف زيم. I can't give you space more time. انا لا استطيع ان اعطيك مزيدا من الوقت. حبيب، مش هنا في كلمه كانت في نفي، ينفع نستخدم نو؟ لا طبعا. ينفع نستخدم نو وان؟ لا طبعا. نون؟ لا برضه، عشان خاطر ما فيش كلمه منفيه، لكن نستخدم كلمه، الله ينور عليك، نستخدم كلمه اني اللي تيجي في الجمله المنفيه او في الايه او في السؤال. 19 رقية اند لين، يعني رقية ولين are both busy، كلاهما مشغول. Of them will be able to help، يعني لا حد فيهم، لا احد منهم سيكون قادر على المساعده. افهم معايا يا حبيب، هنا وقت ده كم واحد؟ دول اتنين، رقية ومين؟ رقية ولين. وطالما هم اتنين، لما نيجي ننفي نستخدم، الله يفتح عليك، نستخدم نايزر. نايزر اوف زيم، لان الشاره ايه؟ نايزر دي بتشيل اتنين بس اللي هم رقية ولين. 20 سبيس ان اور فاميلي ويل سبورت ذات ايفل بيرسون، يعني يا جماعه ما فيش حد، لا احد في اسرتنا في عائلتنا سوف يدعم هذا الشخص الشرير. لا احد ايه يا جماعه؟ يبقى نو وان. No one in our family. No one in our family، يعني مفيش حد في الأسرة بتاعتنا هي إيه؟ هيدعم هذا الإيه؟ الشرير. طيب يا جماعة 21. No one has come to check. لا أحد جاء لكي يتأكد أو يفحص الواجب بتاعه homework yet. إحنا قلنا الضمائر غير المحددة. بيجي بعديها الفعل مفرد، لكن نعوض عنها بضمير، ربنا يفتح عليك، بضمير جمع، صح؟ يبقى إذا يا جماعة على الرغم إن هنا كلمة no one has، لكن لما نيجي نعوض عليها هنعوض عليها بجمع، ده مفرد his، هير ملكها، واخد بالك اتس ملكه او ملكها غير العفو المفرد، لكن زير هي ديت اللي ملكهم، هي دي الضمير الايه؟ الجمع. طيب يا جماعه تعالوا بعد كده يا شباب نشوفوا بقى في بيج 124، هنقول تشوز كوركت انسر. طبعا جنرال اكسرسايز نمبر 1، وي هاف اونلي سبيس مينتس تو سبير، يعني قدامنا دقائق معدوده لكي ندخرها. تمام يا جماعه؟ لو انت بصيت حضرتك هنا هتلاقي كلمه مينتس. مينتس دي اسم ايه؟ اسم جمع، يبقى ليتل عايز اسم مفرد، وليتل عايز اسم مفرد، خلاص. طيب يا جماعه لقيت كلمه اونلي، القاعده بتقول ايه؟ بتقول والله لما بنلاقي كلمه اونلي بنختار افيو زائد اسم جمع وليتل زائد اسم مفرد، وبالتالي هناخد ايه يا جماعه؟ افيو. تمام كده. نمبر 2 I have spent nearly، يعني أنا أنفقت تقريبا all space my money، money يعني فلوس. I have only little left، يعني معايا little money left، يعني الفلوس اللي معايا شوية. تمام يا جماعة؟ لو أنت بصيت يا جماعة كلمة money دي، كلمة money دي مالها؟ دي اسم مفرد لا يعد، اسم مفرد لا يعد، مش كده ولا إيه؟ ده اسم ما بينعدش. ينفع يا جماعة هنا ناخد each؟ لا، لان ايتش عايزه ايه؟ عايزه اسم مفرد يعد، افيو اوف عايزين اسم جمع مش نافع، يبقى فاضل ايه؟ فاضل يا صام يا فاضل اول. المعنى بيقول ايه؟ المعنى بيقول كل، يبقى هناخد رقم سي لي اول. نمبر 3 ليتس بي كويك، يلا نستجدع، يلا، بيكوز وي دونت هاف سبيس تايم، يعني ما عندناش ايه تايم؟ تايم ايه يا جماعه؟ عايزين نقول ان احنا ما عندناش وقت كتير، صح؟ طيب احنا مش جايين يا جماعه لما يبقى عندنا نفي وعندنا اسم مفرد لا يعد ناخد مين تاني؟ لما يبقى عندنا نفي، عندنا ايه؟ عندنا نفي وعندنا اسم مفرد لا يعد، عندنا نفي وعندنا اسم مفرد لا يعد، ناخد مين؟ ادي اهي اهي كلمه تايم اهي، يبقى هناخد كلمه ماتش. Let's be quick because we don't have space time، عندنا كلمه تايم اسم مفرد لا يعد وعندنا نفي، لما بنلاقي نفي ونلاقي اسم مفرد لا يعد ناخد كلمة ايه؟ ناخد كلمة ماتش. نمبر 4 It was very sunny، يعني الجو كان sunny يعني مشمس and hot وحار، but space tourists، يبقى هنا في تناقض. Tourists wore hats يعني قبعات or sunglasses يعني نظارات شمسية. طيب يا جماعة دلوقتي كلمة tourists ديت اسم جمع صح؟ يبقى ليتل بره الموضوع خالص، خلاص؟ نيجي نكمل بقى، نقول مين يا جماعه؟ نون، ده نون ما بيجيش بعدها اسم على طول، ده عشان تبقى يجي بعدها اسم لازم تبقى نون اوف وتجيب بعدها زائد، يبقى مش نافعه. طيب يا جماعه اني، ده اني عايزه جمله منفيه، يبقى مش نافعه.
يبقى هنقول فيو يعني قليل جدا من السياح كانوا مرتدين قبعات ونظارات. Number five, there is space petrol in the car. يعني يوجد بترول قد ايه في العربية. So we will be able to drive. يعني سوف نكون قادرين على أن نسوق to our friend's house. إلى المنزل بتاع الايه؟ بتاع صاحبنا. تمام؟ بص يا جماعة كلمة بترول اسم مفرد لا يعد. وبالتالي كلمة أفيو هتبقى بره. وكلمة نان ما ينفعش بعدها اسم بالشكل ده هو. يبقى فاضل عندنا يا ماتش يا ايه؟ يا ليتل. طب يا جماعة هو بيقول ايه؟ بيقول هنوصله. يبقى معنى كده ان البترول اللي في العربية ايه؟ كفاية. يبقى ماتش يعني كثير. نمبر 6. There is space bread left. Bread يعني خبز. والخبز من الأسماء التي لا تعد. تمام؟ It is not even enough. يعني ليس حتى كافي. For just one person. لشخص واحد of a big family. لأسرة كبيرة. يبقى ده معنى إيه؟ ده معنى قليل وكمان لا يكفي. قليل ولا يكفي. مش هنقول لأ little قليل ويكفي. لكن little يعني قليل ولا ايه؟ قليل ولا يكفي. نمبر 7. Only space students يعني فقط students are present. It has been raining يعني كانت بتمطر heavily all night يعني كانت بتشتي بغزارة طوال الليل. خلي بال حضرتك ده من دلوقتي لقيت كلمة ايه؟ students صح؟ احنا مش جايين يا جماعة لما بنلاقي كلمة only بناخد a few زائد اسم جمع و a little زائد اسم مفرد وبالتالي هناخد ايه؟ a few اهو students يعني طلاب قلائل. Number 8. He is very sad يعني هو حزين because his money has been lost لان الفلوس بتاعته فقدت. هو كان حزين ايه؟ خلي بال حضرتك دلوقتي نايزر بنستخدمها لما نكون بنشيل الاثنين. ده كلمة money دي اصلا اسم مفرد لا يعد. وكلمة each عايزة بعدها اسم مفرد يعد. وكلمة every عايزة بعدها اسم مفرد يعد. يبقى ما فيش إلا all حتى بالمعنى. هو حزين لأنه فقد كل فلوسه وهتضحيتك في الايه؟ كل فلوسه فقدت. Number 9. In exams في الامتحانات student is given a question paper. يعني أنا عايز نقول يا جماعة في الامتحانات كل طالب بيعطى ايه؟ كل طالب بيعطى ورقة. كل طالب لوحده. يبقى هنقول ايه؟ لو قلت all كنت عايز بعدها اسم جمع. ولو قلت a few عايز بعدها اسم جمع. و each of يجي بعدها اسم جمع. انت ما عادش فاضل لكلمة every هي اللي يجي بعدها اسم مفرد ايه؟ اسم مفرد يعد. I have hardly space money left. I spent all of it on clothes. يعني بيقول انا معايا بصعوبة اي فلوس. بالكاد ما معيش اي فلوس. انا انفقت كل الفلوس اللي معايا على الملابس. ما احنا اتفقنا يا جماعة ان لما بلاقي كلمة hardly بناخد ايه؟ بناخد any. hardly any. Number 11. I have read يعني انا قرأت of your ideas. ideas يعني الافكار. and I like them all. وانا احبهم كله. خلي بال حضرتك. بالله عليك يا جماعة. هي كلمة none كقواعد تنفع لان none of بيجي بعدها صفة ملكية واسم جمع. شغالة. بس المعنى بتاع الجملة يقول لي لا. لان بنقول انا ما جالتش ولا حاجه من افكارك وحبيتهم. طب حبيتهم ازاي يعني؟ يبقى دي كده لا. تمام. اني عايزه جمله منفيه. ماتش عايزه بعدها اسم مفرد. يبقى ما عادش فاضل لكلمه ايه؟ صام. وتبقى معناها انا قرات بعض افكارك وحبيتها جميعا. 12. يونج بيبل ده اسم جمع. خلي بالك بريفير بيفضلون تو ورك ان يعملون ان نير باي بليسز يعني في المناطق المجاوره تو زير هومز يعني الى منازلهم. خلي بال حضرتك اول حاجه لو مسكت كلمة every عايز بعدها اسم مفرد يعد. كلمة a lot عايز حرف الجر of. كلمة lots عايز حرف الجر of. يبقى ما عادش عندنا الا a lot of. يعني كثيرا من الشباب بيفضلون العمل في المناطق المجاورة لإيه؟ لمنازلهم. 13. Space of the students failed. All of them passed. خلي بالك أنا عايز نقول إيه يا جماعة؟ عايز نقول إن ما فيش حد من الطلاب سقط، كلهم نجحوا. طب تعالى نمسكوا كده الإجابات. بص حضرتك اتش ده اتش دي معناها كل يبقى المعنى مش راكب. وافري معناها كل معناها مش راكب. تمام. اصلا مش بعدها حرف جر اوف. وقول المعنى مش راكب. يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ نان اوف. نان اوف جه بعدها اسم جمع مسبوقا بايه؟ بذلك. 14. I am so sorry. انا اسف جدا. I don't have space time to help you. يعني انا ما عنديش وقت عشان نساعدك. طب بص كده كده كلمه تايم دي معناها وقت. يبقى هنا كلمة ميني عايزة اسم جمع. وكلمة ألوت عايزة حرف جر أوف. وكلمة صم ما بتجيش في جملة منفية. يبقى فاضل كلمة إني اللي بتيجي في السؤال وفي الجملة الإيه؟ وفي الجملة المنفية. 15. There isn't space work to do today.
so I can go out with you. يعني بيقول يا جماعة ما فيش كتير من العمل كي أؤديه اليوم ولذا أستطيع أن أخرج إيه؟ أن أخرج معك. برضو لو بصيت معايا هي كلمة work اسم مفرد لا يعد، يبقى مني عايزة اسم جمع، وصام عايزة جملة مثبتة، تمام؟ وهنا المعنى يا جماعة أصلا أنا لما بنلاقي نفي بناخد ماتش زاد اسم مفرد، نفي ماتش زاد اسم إيه؟ زاد اسم مفرد. طيب يا جماعة 16 we have space of petrol in the car so it is enough to reach our destination. يعني بيقول يا جماعة يوجد ايه في البترول في العربية كافي لكي نصل لديستنيشن بتاعنا يعني جهة الوصول، يبقى معنى كده ان ايه؟ ان البترول ده كتير، صح ولا ايه؟ يبقى هنقول ايه يا جماعة؟ plenty of يعني ايه؟ وفرة من. واحد يقول لي يا مستر طب وانت حضرتك ما خدتش الوت ليه؟ نقول لك الوت فين الايه؟ فين؟ مش موجودة اساسا. 17 the majority of students يعني اغلبية الطلاب got ready يعني استعدوا for the final exam يعني الامتحان النهائي but space them lagged يعني يعني كانوا متخلفين behind كلمة lag دي يعني يجر as they didn't revise well لأنهم لم يراجعون بشكل جيد. انت اصلا حضرتك لو انت بصيت هنا على كلمة but، but دي اصلا بتفيد الايه؟ التناقض. هنا الاغلبية يبقى هنا هيبقى الاقلية. كلمة a lot نقص حرف الجر of واصلا وكلمة lots نقص حرف الجر of. طب نيجي بقى a few ولا a few of؟ ده احنا هنا عندنا ضمير، طالما لقينا ضمير دايما الضمير دايما الضمير بيخلينا نجيب حرف الجر ايه؟ حرف الجر of. 18 space students wear their school uniform. يعني بيقولوا يا جماعة كل الطلاب مرتديين الزي. طب ممكن نقول نان، نقول لك لا يا حبيب ده كلمة نان عايزة بعديها حرف الجر of وكمان يبقى of نان of ذا. طب واحد يقول لي all of برضو هنقول له نفس الكلام فين ذا؟ يبقى انا هناخد ايه يا جماعة؟ هناخد all، تمام؟ all students لان كلمة all بس ممكن يجي بعدها الاسم الجمع او ذا والاسم الجمع. بص اللي بعديها 19 نان ولا all ولا all of ولا بي وسي the students wear their school uniform. يعني عايز نقول ان كل الطلاب مرتديين الزي المدرسي. طبعا نان هنا مش هتنفع لنفس السبب اللي ذكرته شويه. all شغاله وall of شغاله لان دول الاثنين بيجي بعدهم اسم جمع وكلمه all ممكن يجي بعدها ذا وبالتالي هنعلم على بي وسي اهي مع بعضين. 20 space Egyptian citizens يعني المواطنين المصريون have rules يعني لهم ادوار in society. يعني عايز نقول كل المواطنين المصريون لهم دور في المجتمع. ينفع نقول هاف ان يا جماعه؟ ينفع اصلا؟ لا طبعا. ليه؟ لان ديت عايز كده معناها اصلا كلمه هاف هيجي بعدها ان ازاي اساسا يعني؟ وحتى لو جت هيجي بعدها اسم مفرد. يعني نقول هاف انابل مثلا. طب بوث دي بتشيل اثنين بس. طب ايفري بيجي بعدها اسم مفرد قابل للعد. يبقى ايه يا جماعه؟ نقول اول اهي لكل الايه؟ كل المصريون. تعالى التاني دي هتبينها اكتر. بيقول يا جماعة 21 space Egyptian citizen يعني المواطن المصري has a role in society. يعني عايز نقول ان كل مواطن مصري له دور في المجتمع، صح؟ مش هنا ده اسم مفرد قابل للعد. كلمة citizen دي ايه؟ اسم مفرد قابل للعد. وطالما ان هي اسم مفرد قابل للعد يبقى هناخد ايه يا جماعة؟ هناخد كلمة every يعني كل. 22 my school is space kilometers from my house. يعني يا جماعه عايز نقول ان المدرسه بتاعتي على بعد قليل من الكيلومترات من البيت بتاعي. بص حضرتك لو انت بصيت كويس كده معايا كلمه a little عايزه اسم مفرد وكلمه any عايزه جمله منفيه وnone of لا ده عايزه بعدها بقى كلمه ذا يبقى ما تنفعش يبقى هناخد بالمعنى كلمه a few. 23 space of the houses was slightly different. خلي بال حضرتك مين يا حبايبي اللي بيجي بعدها حرف الجر of وبعدين اسم جمع وبعدين اسم ايه؟ جمع لكن الفعل ايه؟ لكن الفعل مفرد. خلي بال حضرتك مين يا جماعه؟ الله ينور عليك كلمه each. يعني عايز نقول ايه؟ كل واحد من الملاب من المنازل دي مختلف قليلا يبقى each of. 24 space of the houses were slightly different. اه ده هنا بقى يعني غير حاجه. ايه اللي غيره يا جماعه؟ بص كده حضرتك قال of the houses وحط كلمه were يعني معنى كده الفعل بقى ايه؟ الفعل بقى جمع يبقى كلمه every ما بيجيش اصلا بعدها حرف الجر of.
وكلمة H برضو هنا مش هتنفع لأن المفروض الفعل بعد H يعني هي بيجي بعدها اسم جمع لكن الفعل بيبقى مفرد. طب هنقول a little، لا طبعا المعنى مش ماشي خالص، فهنقول some يعني بعض من الايه من المنازل. 25 is best you have to help me with the housework. خلي بال حضرتك يعني بيقول له ايه كل منكم يساعدني في شغل المنزل، يبقى هنقول ايه some you، some you تنفع، a few you ولا none you؟ لا طبعا هنقول some of لان some of هي ممكن يجي بعدها ايه ممكن يجي بعدها ضمير. 26 is best you has to help me with housework. بص هنا حضرتك لو انت بصيت معايا كلمه يو دي هنا ايه، كلمه يو هنا يا مستر دي ضمير مفعول اللي هو يو اهو تمام، بس بعدين الفعل مفرد، بس بعدين الفعل ايه مفرد، ينفع دلوقتي ناخد some of؟ لا ده كان الفعل يبقى جمع، امال ناخد ايه؟ مين في اللي بيجي بعديها ضمير مفعول لكن يعني بيبقى جمع لكن الفعل يبقى مفرد؟ none of، لان none of بيجي بعدها اسم جمع او ضمير جمع لكن الفعل بيظل ايه؟ بيظل مفرد. 27 your books are on the desk. خلي بال حضرتك your books، books ديت يعني جمع، every of اصلا of ما بيجيش بعديها ما بيجيش بعديها حرف جر. طب كلمه each بيجي بعدها اسم مفرد قابل للعد، no your، ايه no your دي ما تنفعش خالص، يبقى all your books يعني كل الكتب بتاعتك are on the desk، وطبعا كلمة all بيجي بعدها اسم ايه؟ اسم جمع. 28 take care احترس، the little child الطفل الصغير carried a glass bottle يعني زجاجة in his best hand. يا جماعة أنا مش هقول لكم إن الحاجات اللي بتبقى اتنين اتنين بس ما لهمش تالت، بناخد معاها ايه؟ الله ينور عليك، بناخد معاها كلمة each، each hand اهو. 29 احمد have you bought يعني هل اشتريت much bread؟ فياسر قال له ايه no I bought only يعني انا اشتريت ايه few ولا a few ولا a little ولا any. طيب بص حضرتك انا جاي لك ايه، احنا بنتكلموا على مين دلوقتي؟ احنا بنتكلموا على البريد، والبريد ده ايه اسمه مفرد لا يعد، يعني معنى كده اللي يعود عليه لازم يكون ايه حاجه بتيجي مع الاسم المفرد الذي لا يعد، فهناخد كلمه ايه a little. نمبر 30 we need to book a bigger hall يعني عايزين نحجز صالة أكبر. This one can hold space guests only يعني اللي احنا فيها دي هتستوعب ضيوف ايه؟ كثر ولا قلال؟ قليل طبعا، يبقى احنا هنقول ايه؟ a few، خاصة ان a few بيجي بعدها اسم ايه؟ اسم جمع طبعا، a lot of يعني كثير وميني يعني كثير ونو يعني لا خالص. طب يلا 31 there is space equipment، equipment يعني معدات ودي اسم مفرد لا يعد، اسم مفرد لا يعد، يبقى اذا مين عايز اسم جمع وافيو عايز اسم جمع، هنكمل بقى عشان نشوف. بيقول يا جماعه زي الاس سبيس اكويبمنت ان ذا نيو اوفيس يعني في المكتب الجديد وي نيد تو باي سام مور عايزين نشتروا المزيد، يبقى هنا ايه معناها ان قليل مش كتير وبالتالي هنستخدم كلمه ليتل. 32 وود يو لايك تو هاف يعني هل تود، انا اول ما شفت وود يو لايك تو على طول جريت على كلمه صم لان معروف ان السؤال بتاع العرض والطلب ده بيجي مع صم، فقال له يس اونلي سبيس بليز يعني معنى كده انه ايه ان انا هنستخدم هنا ضمير يا اخواتنا يعود على كلمه فروت جوس، طب فروت جوس ده ايه اسم مفرد لا يعد صح، يبقى هندور على صم وحاجه مع اللي ما بيتعدش يعني حاجه يبقى ايه يبقى ليتل صح اهي، لان فيو عايز اسم جمع وميني لا ده ميني مش هتيجي هنا وماتش مش هتيجي هنا، يبقى نعلم على 33 I have almost، I have almost يعني انا معايا تقريبا almost sugar in the apartment يعني في الشقه. يا جماعه انا اول ما شفت كلمه almost تمام يا جماعه دورت على كلمه no على طول، almost no يعني تقريبا ما فيش، almost no تحفظها كده. I need to buy يبقى انا عايز نشتري ايه؟ بعض من السكر وبالتالي هنعلم على رقم B. 34 there is space meat left اللحمة المتروكة ايه؟ We only have enough for three اللحمة دي تكفي ثلاثة. And we have invited 12 people واحنا دعينا 12 يبقى معنى كده ان ايه؟ ان قليل ولا يكفي، يبقى هناخد little اللي هي رقم ايه؟ تمام اللي هي قليل ولا يكفي. 35 I have no money left يعني ما معيش فلوس متروك. Is best the money I had was lent to my friend Kamal. يعني معنى كلام الكلام ده يا جماعه؟ معنى الكلام ان كل الفلوس اللي معايا
انا عرضتها لصديقي جمال. انا اول يا جماعه ما كنت شفت كلمه زمان لقيتها اسم مفرد لا يعد، فطلعت افيو من اللعبه خالص. ونان اوف واخد حياتك مش مركب بالمعنى، وقالتل مش مركب بالمعنى، يبقى نقول اول. 36 we had to stand on the bus، يعني كان علينا ان احنا نوقف في الاوتوبيس. because space seat، لان كل المقاعد was occupied يعني كانت ايه مشغوله. طب كلمه seat مالها؟ ده اسم مفرد يعد، اسم مفرد ايه يعد. ينفع ناخد all؟ لا، ده all بيجي بعدها اسم جمع يعد. ناخد both؟ ده both بتشيل اتنين وبيجي بعدها جمع. ناخد كلمه either؟ لا، ده المعنى مش هركب بيها، يبقى ناخد every اللي بيجي بعدها اسم مفرد قابل للعد. سبعة we had to stand on the bus، يعني كان علينا أن نقف في الأتوبيس. because space seats were occupied، لأن كل المقاعد كانت مشغولة. بص حضرتك هنا دلوقتي بقى عندنا إيه؟ seats يعني اسم جمع، يبقى كلمة every مش نافعة لأن every عايز بعدها اسم مفرد قابل للعد، وأيضاً مش نافعة لأن يجي بعدها اسم مفرد قابل للعد. both بتشيل اتنين بس، لكن all يلي مش بعدها اسم إيه؟ اسم جمع. 38 ميسا has asked منى and me، ميسا طلبت مني ومنى to the park، يعني نذهب الى الحديقه this afternoon. but space of us can go، we are shopping. خلي بالك هي طلبت من كم واحد؟ من منى ومني، صح؟ يبقى دول كام؟ يبقى دول اثنين. ايه يا جماعه اللي بتشيل الاثنين في النفي؟ الله ينور عليك، نايزر. لما يبقى اثنين كده هو تقول عليها نايزر او نيزر بالامريكان، وايزر وايزر بالامريكان، تمام. 39 ميسا has asked منى مي اند مي، بقينا كم واحد بقى؟ بقينا واحد اثنين ثلاثة اهو. to the park this afternoon but space of us can go، يعني مفيش حد فينا هيستطيع انه يذهب. we are shopping احنا بنتسوق. طب both ده مش هتدينا على النفي، ده كلاهما. طيب neither او neither ده هتشيل اثنين. طب all ده معناها كل، لكن انا هقول نان يعني لا حدش مننا يستطيع ان يذهب الى الايه؟ التسوق. يبقى كده نفهم ان نان بتشير لثلاثه اكتر، نايزر بتشير لاثنين بس. 40 not all the secretaries in this office space hard، يعني ليس كل السكرتارية اللي في هذا المكتب يعملوا بجد. يبقى معنى كده يا جماعه طالما في هنا نوت اهي النفي اهو، هل ينفع ناخد doesn't؟ اهو دونت؟ لا طبعا، لان طالما يا جماعه ده هنا في نفي اصلا يبقى خلاص. طيب سكرتاريز دي مفرد ولا جمع؟ دي جمع، وبالتالي هيبقى الفعل يتعامل معامله الجمع، يعني هناخد الايه؟ المصدر. 41 none of my brothers at home، none of my brothers طبعا none اصلا نفي، فهنشيل المنفيين مش هيبقى في اثنين نفي. طيب يا جماعه هناخد ايه؟ was ولا had؟ افهم القاعده، بتقول none of بيجي بعدها اسم جمع او ضمير جمع، لكن الفعل بيكون مفرد وبالتالي هناخد was. 42 student wears their school uniform، يعني بنقول الطلاب كل طالب مرتدي الزي المدرسي. لاحظ معايا كويس كده، هنا كلمه student دي ايه؟ اسم مفرد قابل للعد. both بيجي بعدها اسم جمع، all اسم جمع، خد حياتك. each ولا all of؟ all of عشان بعدها اسم جمع، واضح حضرتك عايزين زي كمان تاخد بالك، لكن هنقول ايه؟ each يعني كل طالب على حده مرتدي الزي المدرسي. قلنا كلمه each بيجي بعدها اسم مفرد قابل للايه؟ قابل للعد. 43 neither of space has broken، خلي بالك حضرتك the window with the ball، خلي بالك neither of بيجي بعديها اسم جمع ثم الفعل مفرد، زيها زي each of وزيها زي either of، خلي بالك الكلام ده اهو. يبقى هنقول neither of اسم جمع يبقى the boys. 44 neither of the two girls space swim، خلي بال حضرتك ده هنا اصلا ديت neither ديت نافيه اصلا، يبقى don't مش هتنفع و doesn't مش هتنفع و can't مش هتنفع، لان في نفي اصلا فوق في سياق الجمله في نفي. يبقى يا جماعه هنقول ايه؟ هنقول كان الارقام دي. 45 space charger، charger يعني شاحن، working so I had to use my sister's charger، خلي بالك عايزين نقول ما فيش شاحن بيشتغل ولا واحد فيهم شغال، ما فيش واحد فيهم شغال، ولذلك كان علي ان استخدم بتاع مين؟ بتاع اختي. يبقى لا، يبقى هنقول ايه؟ نو طبعا. بوث اصلا عايزه بعدها اسم جمع، وكلمه اول عايزه بعدها اسم كلمه جمع، وايضا مش هتنفع بالايه؟ بالمعنى.
36 two of my cousins يعني اثنين من اولاد عمي visited us today يعني زارونا اليوم تو ها had a nice time يا جماعه قال لك تو طالما نقول لك تو يبقى معنى كده ايه هنقول ايه يا جماعه زي each ولا each زي ولا زي every ولا every زي اصلا كلمه every هنا بره الكلام خالص ليه لان مش بعدها فعل يبقى هنقول ايه هنقول زي each وانتوا لو انتوا فاكرين قلت لكم ان كلمه each يسبقها ضمير جمع او اسم جمع والفعل اللي بعديها يكون برضو جمع يبقى هنقول زي each اللي رقم ايه 47 every space in this class has received their books يعني كل ايه في هذا الفصل تلقى او استلم الكتب بتاعته مش كلمه every بيجي بعديها اسم مفرد قابل للعد غير مسبوق باداه نكره ولا تعريف تاني كلمه every ها يجي بعديها اسم مفرد قابل للعد غير مسبوق باداه نكره ولا تعريف وبالتالي هناخد student اللي رقم C 48 space of the 20 applicants يعني ال20 متقدم تمام for the job has studied abroad يعني درس بالخارج يعني انا عايز اقول كل ال20 اللي هم متقدمين لهذه الوظيفه درسوا في الخارج بص حضرتك كلمه every ما يجيش بعدها حرف الجر of كلمة both بتشيل اتنين دول عشرين تمام بص بقى المعنى يقول ايه meet هم الاتنين بيجي بعدهم حرف الجر of اللي هي either او each او either او each الاتنين بيجي بعدهم اسم جمع ثم ايه ثم الفعل يكون مفرد او has لكن المعنى خلينا ناخد each forty nine which of the following is structurally correct يعني في يا جماعة من دولت واحدة صح واحدة بس all your answers is يا راجل ده المفروض تبقى R not of your answers ايه دي ده المفروض تبقى none of your answers مش مظبوطة a lot your answers ايه a lot your answers دي ايه دي حتى مفيش a lot of مثلا لا يبقى نقول ايه you haven't given any correct answers يعني انت ما اديتش ولا إجابة صحيحة 50 which of the following is structurally correct يعني في واحدة بس إنه دول قواعديا سليم. Number one, I need little sugar so as not to put on mini weight. لا ده كلمة weight اسم مفرد لا يعد وبالتالي يا جماعة بنحط معاه إيه؟ بنحط معاه ماتش يبقى دي كده مش مظبوط. I need a little sugar so as not to put on more weight. ديت يعني شكلها صح لكن نشوف التانيين. I don't want a lot of مش مظبوط. I don't want lots of برضو مش مظبوطة يبقى ديت المعنى بتاعها صح واحد هيقول لي more هنقول له my more ديت اللي أصلها much فاستخدمت كده في الايه في المقارنة 51 they're very young children يعني ان هم أطفال صغار this means they are ده معناه ان هم ايه معناه ان أطفال صغار وانا قلت لك ان كلمة little بتستخدم قبل الاسم المفرد او الاسم الجمع بمعنى ايه بمعنى صغير وبالتالي هناخد little children اللي هي رقم D 52 I have a little money on me يعني معايا فلوس شوية this means a I have no money لا أنا معايا little يبقى دي مش مظبوطة I don't have any money don't يعني نفي وإني في جملة واحدة لا برضو مش مظبوطة I don't have much money دي تمشي أنا معيش فلوس كتير لأن هنا بقول قليل وإحنا عارفين أصلا إن النفي زائد much بيساوي الإثبات زائد little يبقى هناخد رقم B ده هي دي تبقى الإجابة طبعا اللي بعد كده بقى بنقول I have a lot of money طبعا ديت ايه ما تمشيش المعنى اساسا. 53 she has good few pounds يعني هي تمتلك منيهات قليله ما تكفيش. This means يعني ده معناه ايه يا جماعه؟ she has good no pounds لا هي مش معاش خالص يا جماعه. she hasn't got many pounds ممكن تمشي. She has got hardly any pounds برضه دي ممكن تمشي وبالتالي نعلم على بي وسي يعني ان معاها فلوس بس مش كتير بنيهات بس مش كتير 54 he is carrying two bags يعني شايل حقيبتين one in كلمة hand دول اتنين بس hand اتنين بس يبقى نستخدمهم مع كلمة each لان الاتنين اللي ما لهمش تالت بنستخدمهم مع كلمة each اللي بيجي بعدها اسم مفرد قابل للعد غير مسبوق بأداة نكرة ولا تعريف 55 every one of us يعني كل واحد منا loves Egypt يعني بيحب مصر what does this mean دي معنى ايه all of we يا راجل لو قلت all of دي المفروض يجي بعدها ضمير هنا ايه مفعول صح
None of us hates Egypt. يعني فيش حد فينا بيكره مصر. طيب نشوف الغيرها. لأن all we يا جماعة. إيه لا أنت بوي all. Egypt loves all of us. يعني مصر هي اللي بتحبنا. لا طبعا الجملة دي مش صحيحة. هي ديت اللي إيه قواعديا سليمة. لأن none of بيجي بعديها اسم جمع أو ضمير جمع. تمام والفعل بيكون إيه والفعل بيكون مفرد. معايا حبايبي. 56 each of the two cars has different advantages. أي زي ما قلت لك إن each of بيجي بعدها اسم جمع لكن الفعل ايه الفعل مفرد. This means ده معنى ايه different advantages. خلي بال حضرتك every of the two cars دي مش مظبوطه خالص لان every مش بعدها حرف جر of. تمام طيب ايه يا جماعه اللي بعد كده بيقول the two cars each. لا has دي غلط. ليه؟ لان لما بنجيب بعد ايه قبل each اسم جمع الفعل الاخر بيبقى جمع. The two cars each have دي كده شغاله. The two cars each زي ما قلت لك بيجي قبلها اسم جمع خلي بال حضرتك والفعل بيبقى جمع اهو فيبقى ديت هي الاجابه الايه هي دي الاجابه الصحيحه. ذا تو كارز ايزر هاف طبعا لا لان ايزر اصلا ما لهاش الاستخدام ده وحتى لو كانت كده يعني ايزر اصلا بتيجي اصلا بعدها اسمها بعدها فعل ايه فعل مفرد. يلا يا ابطال مع بعضينا كده على الدرس الثالث والرابع في يونت 9 بيج 137 صفحه 137 نمبر 1 I went to the company. يعني أنا ذهبت إلى الشركة. And spoke the sales manager. وقابلت الإيه المدير. بص يا حبيبي. أنت عندك هنا كلمة إيه؟ عندك كلمة and. والقاعدة بتقول إيه؟ إن and الزمن اللي بيجي بعديها والزمن اللي بيجي قبليها بيكون زمن واحد. فأنت حضرتك هنا went. وأنت يعني ماضي إيه؟ ماضي بسيط. يبقى اللي هتاخده هنا برضه يكون إيه؟ يكون ماضي بسيط وبالتالي هناخد إيه؟ met. لأن الماضي البسيط بتكون من الصرف الثاني للفعل بإضافة إيه دي. أو الأفعال الشاذة بتحفظ كما هي. نمبر 2 I haven't seen Mr. أحمد يعني لم أرى مستر أحمد the last time we were met at the club. أنا عايزك تركز معايا كويس. بص كده حضرتك haven't seen مضارع تام وميت ماضي بسيط يبقى إحنا كده عندنا كم فعل؟ عندنا زمانين مضارع تام والتاني ماضي بسيط. الوحيدة اللي كسرت قاعدة التناسق وبيجي بعدها ماضي بسيط والفعل التاني مضارع تام الله يفتح عليك فعلا كلمة سينس اهو يبقى نعلم على سي لا سينس اهي. نمبر 3 I spent the house until the doctor had come and examined my friend's father. يعني يا جماعة بيقول ايه؟ بيقول ان انا ما غادرتش البيت حتى جاء الطبيب وفحص تمام والد صديقي. خلي بال حضرتك ركز معايا. دلوقتي لو انت ركزت اصلا الجملة هيبقى فيها كام فعل؟ هيبقى فيها ثلاثة ادي واحد وهاد كام ده الثاني واكزامند ده الثالث. والقاعده اللي جايين لك عليها لو في جمله فيها ثلاث افعال اثنين ماضي بسيط والثالث ماضي تام يبقى احنا عندنا هنا ماضي تام اهو اوريدي يبقى احنا هندور على ماضي بسيط. طب احنا عارفين اصلا ان انطل اللي بيجي قبلها ماضي بسيط غالبا منفي يبقى هنقول didn't leave لان يا جماعه الماضي البسيط بينفى ب didn't زائد المصدر. نمبر 4 did you finish the reading the novel I space you. يعني بيقول هل انتهيت من قراءه الروايه التي اعرتها لك. هنا يا جماعه في الجمله في كم فعل؟ في اثنين قرأ وأعار. مين اللي حصل الاول؟ الإعارة. واحنا قلنا لما يبقى الجمله فيها فعلين فان الفعل الاقدم حدوثا بيبقى ماضي تام اهو. يعني ايه ماضي تام؟ يعني هات الصرف ثلاث الفعل وبالتالي علم على هات لينت. نمبر 5 وايل ماي ماذر يعني بينما امي اور لانش الغداء بتاعنا I was doing انا كنت بعمل my homework so I couldn't help her ولذلك لم استطع ان انا اساعدها. بص بينما امي كانت بتعمل الغداء انا في الوقت ده كنت بنعمل الواجب يبقى هنا في تزامن يعني ماضي مستمر بيحدث في نفس ماضي وقت ماضي مستمر ومعروف اصلا قاعده وايل ان هي بيجي بعدها فاعل وبعدين was او were الفعل مضافا له اي ان جي يبقى هنقول was making. نمبر 6 وي سبيس ريسيرش يعني احنا كنا بنعمله بحث اون ذا افكت يعني في تاثير اوف جلوبال وورمنج يعني الاحتباس الحراري اون ديلي اكتيفيتيز يعني الانشطه اليوميه وي ار ستيل وركينج اون ات وما زلنا بنعمل فيه يعني احنا لسه شغالين. خلي بال معاليك دول جمله ولا اتنين؟ اتنين. الجمله الثانيه لو وي ار ستيل دي بتفهم منها ايه؟ ان الفعل ما زال مستمرا حتى الان صح كده ولا لا؟ فلما نلاقي جملتين ونفهم من الجملة الثانية إن الفعل مستمر حتى الآن بنستخدم مضارع تام مستمر يعني have أو has been والفعل مضافا له ing.
Number seven, I had heard the good news. I immediately congratulated my friend. يعني يا جماعة بنقول بمجرد ما سمعت الأخبار الجيدة أنا في الحال هنأت صديقي. كتير من أحبابي ما يعرفوش إن كلمة once من بين معنيها إن معناها as soon as يعني بمجرد إيه؟ بمجرد أن. Number eight, the team is based being training together for months. يعني الفريق بيتدرب سويا بقاله شهور. Before they were given يعني قبل ما يعطوا the chance to compete الفرصة إن هم يتنافسون. دلوقتي عندنا يا جماعة إيه؟ عندنا فعلين were given تمام؟ ده إيه؟ والفعل الثاني اللي هو هيبقى هنا. خلي بال حضرتك ده إيه يا جماعة؟ ده هيبقى ماضي تام مستمر لأنه هما فعلين برضو في الماضي. بس هنا يا جماعة ما اداليش الفعل وبس، لا ادالي معاه فور زائد مد. وأنا حضرتك لما بنلاقي فور، حضرتك لما بنلاقي فور أو سينس أو أول أو هول وبعدهم مدة زمنية أهي زي دي بالظبط كده بنختار ماضي تام مستمر. يعني بنختار إيه؟ بنختار هاد بين والفعل مضافا له أي إن جي. نمبر 9، ماي أنكل أز أ سيلز مانجر فور 20 ييرز. يعني بيقول يا جماعة إن عمي اشتغل كمدير مبيعات 20 سنة. But now ولكنه الآن he has his own business يعني له العمل التجاري بتاعه الخاص بيه، الشركة بتاعته يعني. سؤال لحضراتكم، هل عمك مازال مدير مبيعات؟ لا. يبقى هنا كلمة فور بتشير لإيه؟ كلمة فور نهوت يا جماعة بتشير للماضي البسيط، لأن احنا عندنا كلمة فور أساسا بتشير لكم زمن يا جماعة فور؟ بتشير للمضارع التام، والتام المستمر، وكمان الماضي البسيط. فلازم لما نفهم من الفعل بدأ في الماضي وانتهى في الماضي يبقى ناخد ماضي بسيط، يبقى ناخد وير كده. نمبر 10، the village streets يعني شوارع القرية are muddy. muddy يعني مليئة بالطين. because it is based on life. بص حضرتك من كلمة are muddy دي تفهم منها ايه؟ كلمة are muddy دي يعني عندنا صفة بعد am او is او are، واحنا عندنا القاعدة بتقول لما بنيجي ندي صفة مبرر لصفة ليه الصفة دي اتحصلت بعد am او is او are بنستخدم مضارع تام مستمر. ده في كمان سبب يخلينا ناخد مضارع تام مستمر، ده احنا عندنا كلمة all زائد مدة، واحنا عارفين ان all و whole لما بيجي بعدهم مدة ده بيدل برضو على الاستمرار، وبالتالي هناخد has been raining. 11، he is still doing the exercise. يعني ما زال بيعمل التمرين. he is based it for 2 hours now. يعني بيعمله بقاله ساعتين الآن. بص حضرتك عندنا هنا كلمة for أهو جاي معاها كلمة now. كلمة for جاي معاها كلمة إيه؟ جاي معاها كلمة now. فلما يا جماعة كلمة for بيجي معاها كلمة now ده معناها بتدل على المضارع التام المستمر اللي هو بيتكون من have أو has been والفعل المضاف له ing، وكمان مدي لك حاجة بتضح لك أكتر لوجود كلمة إيه؟ still يبقى has been doing. نمبر 12، food is based by mom. يعني الطعام عن طريق أمي. what delicious meals she makes. يا لها من وجبات لذيذة تعدها. خلي بالكم is never made يعني ما بيتعملش، ولا was never made برضو ما تعملش، ولا is always made يعني دائما ما يصنع، ولا is always making هو الطعام هيصنع ولا يصنع؟ لا يصنع. واحنا خدنا الماضي في المجهول في ركنين اساسيين هم ايه؟ هم وجود verb to be والباست participle، وبالتالي هنعلم على is always made. نمبر 13، when we arrived عندما وصلنا the manager an urgent task يعني مهمة عاجلة. We had to wait يعني كان علينا أن ننتظر for a few minutes يعني دقائق معدودة to meet him. يبقى معنى كده إيه؟ أن المدير كان شغال كان بيؤدي، وإحنا قلنا كان زائد مضارع كان يؤدي كان يعمل. في الحالة دي بنجيب was أو were فعل مضاف له ing، وبالتالي هناخد إيه؟ was doing. 14، unfortunately لسوء الحظ the car is based checked well. يعني العربية لم تفحص جيدا، وانا عرفت انها لم تفحص لما قال unfortunately لسوء الحظ. before we left our village يعني قبل ما نغادر القرية بتاعتنا it broke down يعني تعطلت again. يبقى معنى كده في فعلين، فعل يفحص وفعل يغادر، فالفعل الاقدم حدوثا هيكون ماضي تام، بس ماضي تام في المجهول بتكون من had been متصرف الثالث للفعل، وبالتالي هنعلم على had to be.
15 scientists is best researching is a side effects يعني الاثار الجانبيه of covid 19 for years يعني بقالهم سنين they are still doing this task. خلي بالك نفهم ايه يا جماعه من الجمله دي ان هم ما زالوا يؤدون هذه المهمه ان ده ايه ان ده مضارع تام مستمر ليه لان يا جماعه هو اكد لي بوجود الجمله الثانيه انت يعني بتعرف مضارع تام مستمر ازاي بتلاقي مع كلمه for now او still او بتلاقي جمله ثانيه نفهم منها استمرار الفعل حتى الان او يا حبايب نلاقي كلمه تدل على الاستمرار زي all او هون وبعدهم مده زمنيه وبالتالي هناخد ايه have been searching. 16 as soon as she returned home يعني بمجرد ما عادت الى البيت she realized that she is based her watch in her office ان هي تركت الساعه بتاعتها في المكتب. خلي بال حضرتك انا قلت لك لو الجمله فيها ثلاثه افعال ادي واحد ادي اثنين واللي هنختاره ثلاثه يبقى الاقدم حدوثا هيبقى ايه هيبقى ماضي تام. ده انا قلت لك كمان يا حبيب ان انت حضرتك بعد الفعل realized او فعل found out او found او discovered او new او noticed الخمسه ده اهو بتختار بعديهم ماضي تام اهو يبقى had وتصرف تاء الفعل يبقى had ايه had left. 17 he couldn't join the online meeting يعني لم يستطيع ان ينضم للاجتماع عبر الانترنت because he is based a hard time يعني وقتا صعبا connecting to the internet في التواصل مع الانترنت. خلي بال معليك احنا عندنا ايه عندنا because قبلها هنا ايه ماضي بسيط وخاصه لما بتلاقي كلمه couldn't دي بيبقى بعدها ايه ماضي مستمر يعني was aware والفعل مضاف له ing. 18 I space for 30 minutes when my friend reached the company يعني بيقول ايه يا جماعه بيقول انا كنت منتظر قد ايه 30 دقيقه عندما صديقي وصل الى الشركه. بص يا جماعه هنا في وين صح وبعدها ماضي بسيط تمام يبقى الثاني ده هيبقى ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ لا ده هيبقى ماضي تام مستمر. ليه؟ عشان لقينا فيه فور ومده. ما انت لما بتلاقي سينس ومده او فور ومده او اولو مده او هولو مده هتختار ماضي تام مستمر يعني had been waiting يعني had been والفعل مضافا له ing. 19 she is best three lessons يعني ثلاثة دروس before she went to bed يعني هي رجعت ثلاث دروس قبل ما تذهب الى الفراش. حبايبي هل ينفع هنا يا جماعه نجيب اصلا في ing؟ لا طالما ذكر عدد اللي هو 3 ده اهو يبقى انت على طول ده لا وده لا كده اهو ما ينفعش ييجوا. طب هنا عندنا بيفور وبعدها ماضي بسيط يبقى التاني هيبقى ماضي تام لان الاقدم حدوثا هيبقى ماضي بسيط والفعل التاني هيبقى ماضي تام والتاني هيبقى ماضي بسيط. 20 have you received يعني هل تلقيت a reply يعني رد to your complaint. complaint يعني الشكوى. قال له yes I space it yesterday يعني نعم انا تلقيتها بالامس. كتير من حبايبي بيبصوا للجزء الاولاني بالجمله اللي هو هاف يو ريسيفد فيقول لك ده مضارع تام وبالتالي الاجابه تبقى مضارع تام. نقول لك لا دي جمله ودي جمله تاني دي جمله سؤال ودي جمله تانية اهو بيرد عليها جمله خبريه فيها كلمه داله لها كلمه يستر داي داله على زمن ايه؟ داله على زمن الماضي البسيط اللي هو بيتكون من صرف الثاني للفعل باضافه اي دي للافعال المنتظمه وبالتالي هنعلم على رقم ايه اللي هي ريسيفد. 21 I was exhausted يعني انا كنت منهك because I space been working all day long لان انا كنت اعمل طول اليوم. حبيب مش كلمه was exhausted ديت يعني صفه بعد فيرب تو بي في الماضي صح؟ ولا لما بنبقى عندي فيرب تو بي يعني was aware وصفه في الماضي بنجيب سببها ليه حصلت الصفه ديت في ماضي تام مستمر وهو اكد لي الكلام ده بوجود ايه؟ اكد لي الكلام ده يا جماعه بوجود كلمه all زائد مود اهو يبقى هندور على ماضي تام مستمر يبقى هناخد رقم ايه اللي had been working. 22 سلمى's best to leave the house as soon as she feeds her cat because she has an urgent meeting يعني يا جماعه ايه؟ بنقول ان سلمى مضطره انها تغادر البيت بمجرد ان تطعم الكات بتاعتها لانها عندها اجتماع عاجل. بص كده يا حبيب as soon as يعني بمجرد ان جه بعدها ايه؟ جه بعدها مضارع بسيط واحنا قلنا الروابط لو جه بعدها مضارع بسيط او مضارع تام لو جه بعدها المصدر او المصدر في اس او جه بعدها هاف او هاز وتصرف تلات الفعل الفعل التاني بيبقى ايه؟ يا اما يكون مستقبل يا اما يكون امر او احيانا ممكن يكون مضارع يبقى هندور على ايه؟ على المستقبل اهو يبقى هنقول ويل ليف.
3 I will wait until my friend. خلي بال حضرتك before I order food. نفس القصة. احنا عندنا هنا رابط اللي هو مين؟ اللي هو till. وعندنا قبله هنا ايه؟ مستقبل اللي هو will wait. يبقى بعد الرابط هنجيب ايه؟ هندور على مضارع بسيط يعني المصدر او المصدر فيه اس ما لقيتش، يبقى هندور على مضارع تام يعني have او has صرف تات الفعل، وبالتالي ناخد رقم سي اللي هي has arrived. 24 unfortunately لسوء الحظ I got low marks يعني حصلت على درجات وحشة. I wish I spaced harder when I had had time يعني يا جماعة بيقول ايه؟ أنا أتمنى إن أنا كنت ذاكرت أفضل لما كان عندي وقت. يبقى يا جماعة الإجابة هتبقى رقم ايه؟ had studied. ليه يا جماعة؟ لأن احنا عارفين إن كلمة wish لما بيجي بعدها ماضي تام إذا كان سياق الجملة ماضي. إذا كان سياق الجملة ايه يا جماعة؟ ماضي. أهو الكلام بيقول I got يعني ندمان على شيء في الماضي، وبالتالي وش هيجي بعدها هاد والتصريف الثالث الايه للفعل. 25 the novelist اللي هو الروائي an award يعني جائزة for his last collection يعني المجموعة of short stories للقصص القصيرة a week ago يعني منذ أسبوع. هو النوفاليست يا جماعة عرض ولا عرض عليه؟ عرض عليه في زمن ايه؟ في زمن ago يعني زمن ايه؟ ماضي بسيط. والماضي البسيط في المجهول بيتكون من ايه؟ ربنا يفتح عليك من مفعول was أو where والباست بارتيسيبل، وبالتالي هنعلم على ايه؟ على رقم دي. تويني سيكس most of the plays plays يعني مسرحيات by Shakespeare were translated to different languages يعني ترجمت إلى لغات مختلفة. طب هنا هنقول ايه يا جماعة؟ هنقول which written ولا where written ولا written ولا writing؟ ده الإجابة النموذجية المفروض تبقى which where written. دي هي الإجابة الايه؟ دي الإجابة اللي صح 100%. طب دي مش موجودة which where written، دي مش موجودة. نتذكر بقى ان قلت يا جماعة لو كانت الجملة مبنية للمجهول وحذف ضمير الوصل نحذف معاه verb to be ونكتفي بالتصريف الثالث للفعل، وبالتالي هناخد written. 27 I missed the start of the movie this means that يعني يا جماعة ايه؟ بيقول انا فاتني بداية الفيلم. ده معنى ايه؟ when I reached the cinema يعني عندما وصلت للسينما the film had started. طبعا ان طالما ان انا فقدتني البداية بتاعت الفيلم يبقى اكيد عندما وصلت هناك تمام كانت الايه الفيلم قد بدأ. 28 which of the following is structurally correct يعني مين في دول يا جماعة اللي قواعديا سليمة. The naughty boy الولد المشاغب was punished يعني عوقب because he has made بالله عليك was ماضي بسيط تجيب معاه مضارع تام؟ لا طبعا يبقى دي مش مظبوطة. نمبر بي the naughty boy was punished يعني عوقب because he had been made ايه had been made يعني خليتها مبنية للمجهول؟ لا ده هو اللي ارتكب many mistakes يبقى دي برضو مش مظبوطة. اللي بعديه the naughty boy was punished يعني عوقب because he had made دي تمام لان بص ادي ماضي بسيط وبيكوز ماضي تام يعني معنى الجمله ان الولد المشاغب عوقب بسبب المشاكل الكثيره التي سببها. يبقى هنا في فعل اقدم من فعل يبقى ماضي تام اقدم حدوثا من الماضي الايه من الماضي البسيط. 29 which of the following sentences is correctly structurally incorrect يعني انا عايز اللي هي مش سليمه. نمبر 1 بيقول يا جماعه بيقول scarcely had I gone to the club when I met my friend دي سليمه لان احنا قلنا scarcely و hardly و no sooner لما بيجوا في اول الكلام بيجوا بعدهم had والفعل والباست بارتيسيبل فدي سليمه. اهي نفس القصه hardly had I gone to the club نفس الحال. I had scarcely gone to the club when I met my friend برضو دي سليمة. ليه؟ لأن احنا بنقول يا جماعة لما في الجملة العادية بنجيب الفاعل وبعدين had وبعدين no sooner or hardly أو scarcely والتصريف الثالث الفاعل. طب اللي بعد كده no sooner had I gone to the club then الخطأ المفروض تبقى زين يبقى دي الجملة اللي هنعلم عليها. 30 which of the following is structurally correct يعني في واحدة بقى هنا بس واحدة بس اللي صح. I won't go home until I had finished يا راجل حرام عليك مستقبل مع ماضي تام
نمبر بي اي وونت تو جو هوم انتل اي فينيشد، برضه ما ينفعش مستقبل مع ماضي بسيط. اي ديدنت جو هوم انتل اي هاف فينيشد، يا راجل ماضي بسيط مع المضارع التام. اي ديدنت جو هوم انتل اي هاد فينيشد، اه دي تمام لان انتل بيجي جاب ليها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام ايه؟ بعد تام مثبت، يبقى هنعلم على دي. ثيرتي وان واتش اوف ذا فولوينج از كوركتلي ستراكتشر، يعني مين في دولة القواعديا سليم. I met عيسى last week. I haven't met him ولم أقابله since 2018. طب نشوفوا التانيين الأولين. بيقول يا جماعة I met عيسى last week. I hadn't met him. لا ده since بتربط ما بين ماضي بسيط ومضارع تام. هنا ماضي بسيط بس هنا ده ماضي تام، ما ينفعش. I will meet عيسى next week. I hadn't met him. يا جدعان ده مستقبل مع ماضي تام، مستحيل. I have met عيسى last week. I hadn't met. لا برضه مضارع تام مع ماضي تام مستحيل. يبقى الإجابة الصحيحة هي الأولى. ماضي بسيط مع مضارع تام. 32 which of the following sentences is structurally correct؟ يعني مين في دولة اللي قواعديا سليمة؟ No sooner I had. لا ده no sooner لما بتيجي في الأول بيجي بعدها had. يبقى دي مش مظبوطة. No sooner had I typed the report than an emailed my friend. اه دي هتبقى أكيد سليمة. طب شوفوا اللي بعدها برضه، بيقول يا جماعه؟ بيقول I had no sooner typed the report when. لا ده مش معاه سؤال. No sooner I had typed the report when. لا برضه يبقى الاجابه الصحيحه رقم B هي دي الاجابه السليمه. ربنا يا رب يوفقكم ويفتح عليكم. انا عايز اي تعليقات ولا اي بتاع اي جمله تفهموهاش اكتبوا لي رقم الجمله بس بعت لكم رقم الصفحه وانا هشرحها تاني. وفقكم الله واعانكم.